السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير يا الربع، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولله الحمد والمنة. وصل وقف الأم بمكة إلى 87%. نرجو من الله أن يعيننا على إكمال هذا الوقف. لا لا كويس، لا تدور زلتي إلا إذا كان طافي مشكلة. لا كويس كويس، شغال شغال صحيح. لا لا خلاص رايح. طيب ما بخلي فرصة أن بتكلم على الوقفة. والله بتكلم على الوقفة. المهم، ف من الأمور الطيبة أن الواحد يبادر ويساهم في إكمال هذا الوقف الطيب اللي بيفيد الشخص في دنياه قبل آخرته. أتمنى من الناس اللي تشوفنا وتشاهدنا أنها تتعاون على إكمال هذا الوقف، لأن باقي القليل وبادر قبل أن تغادر. قبل أن تغادر. الله يجزاكم خير. نعم. أجاك أبيض. العمدة جاي يا ربع. استطرادة للكلام اللي قالها الربع. طبعا راح الكثير وما بقى الا القليل، فاتمنى ان ما نوصل مرحله ان نندم ان ما حد قدم في الوقف هذا شيء، سواء لا من الصدقه او انه اذا ما يقدر تصدق انه ينشر فدل على الخير كفاعله. توصل مرحله في يوم من الايام لا ينفع فيه لا مال ولا بنون. ما هذا عذاب نفسي. ها بس ما في ولا سكر، القهوه ترى ما لها دخل في الوقف. فأتمنى منكم يا إخواني المتسابقين، وأتمنى من اللي شاهدنا الآن أنه يبادر ولا عد بقل القليل. يعني ترى ممكن بكرة ولا بعد بكرة يتسكر الوقف وأنت ما قدمت فيه شيء، فقدم فيه شيء وترك لك أثر طيب فيه. والله يكتب لنا إن شاء الله ولكم صالح الأعمال بإذن الله. لبيه قبل أنت غادر. طبعا أبو عبد الله مشكور. انا قدمت له متى قلت له ترى يوم البرايف جمع ابو عبد الله قدمت له اقتراح مشكور اللي هو انه كفش الروم يكون بدون نقاط للي بيتكلمون على الوقف وجهوا الرسائل مباشره. يعني لا نكذب على بعض، انت مهما قدمت رساله لما تخاطب الكاميرا تختلف، حتى كلامك يختلف، اثرها على المتلقي يختلف. قلت ابو عبد الله ودنا لو يكون كفش الروم بدون نقاط اللي بيتكلم عن الوقف. والله يعطيهم العافيه، قالوا خلاص ما عندنا مشكله. اي احد لا 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 بس تلحيلك ثلاث ايام. انا ابو نايف الحين ماشي. اي عشان كذا انا احثكم، الحين احثكم استغلوا الكفش الروم ووجهوا رساله مباشره. بيض الله وجهك، والله اني اهنيك يا وليد. عرفت كيف؟ هذه الاولى، الثانيه الكفش الروم من الجهه الخلفيه. من انا والله صرنا نذل من الكفش الروم عشان ثاني شيء. سلطان امير وين؟ سلطان امير ولا عليك امر؟ نبي لوكيشن حق الرادار جلستنا، وانا ودي اتشرف بان انا اصلح قهوتكم. حلل جوفيل وين راح؟ فهد حلل جوفيل اللي اعلنت له. والله اني ما ادري يا رجال، منعونا يا رجال منع. ما اكلنا منه ولا لقمه امس. اسالكم بالله يا رجال لا جانا حلا ولا فطاير، وفروها. ها في اسم اللوكيشن حق الرادار اللي هنا شو اسمه؟ ما ادري والله. شو خبوط؟ ما تدري شخبوط الزعيزعي. شخبوط الزعيزعي. انتوا اسماكم اعظم منها تقال على مكان، اسماكم يمكن في قلوبنا، لكن في حاله جوفيل ريجي لمس ما كان منها ولا لقمه. وين راح؟ ما لها سنه. الحاله وين راح يا ريجي؟ يا اخوي تركنا من الحاله. قلت له كلمه وقاعد كل يوم قاعد يثبتها، عاد المراوغ نمره واستماره ما شاء الله عليه. يعني تقول له اللبن لونه ابيض يقول لا لا، لو حطيت على اللبن حبر اسود صار لونه اسود. تقتنع بيه؟ الله الله يا رجل، حاله يا رجل. عصر نجلس عصر ابو نايف. انا بعلم ليه الله غلط علينا، احنا نسوي لنا لوكيشن ونضبطه ونجلس فيه وتقول تعال سلطان جهز الضلع. بنجلس فوق الضلع ابو نايف. يوسف اجلس منين ما جلست؟ فوق الضلع. بجيكم عيال. حلا جوفيل انت خلص تعال هالرز. انت تنشد وما تدور الى برا. انت رجال سالت صح؟ اخذ الاجابه. طيب اذا بتطلعون انا بجي. يلا حيب ايش ما والله انا مسمرين البارح احنا ومعي رجال الشرواكم طال عمرك على شبه الضوء على القمره لين قال الفجر الله اكبر. اكلنا من حلا جوفيل وكلنا من فطاير جدتي الله يطول في عمرها على الطاعه، وها هو ودعوا لها جدتي. نعم بس الهديه امس خلاص. ما ادري انا
مشيت من عنده قبل العيد. الرجال ايش تقول الحلوى والفطاير وين؟ قلت وين حلا جدتك؟ اخر واحد مش اقولها في هو الحلا موجود لكن الفطاير وين؟ الفطاير ما يخاف ما نبي انا بال الحلا بشروبه اجيبها الحين. والفطاير الفطاير انا الفراج يطلبني بشكل هذا والله هذه ما اعطيه كلها والله سمر يطلبني هو ينفخ كذا لين الفجر يا ولد على القمره طفينا الانوار طال عمرك تكن على شبت الضوء ترى بيعطيك من فوق والدنيا بيطلب لك لو ما بيه موجود موجود والله العظيم صراحه يتكوى الصراحه لين قال احسن بك الله ما خلتوني ولا في الطياره قول قول الله يوفق ام محسن الله يوفق ام محسن الله يدخل قول يا عيال توقعون توقعون وين توقعون الزعيزي حلمتنا هنا فوق الستاره والله العظيم حلمتنا دخلوا يقوموننا وادور ابو حسن ما لقيته يا ولد ارفع راسي القى رافع راسه فوق الستارة ويتفرج لا تتنبأ لا تتنبأ بما يفعل يا ولد إيهاو الصبح شفتم جيتك راكا يقول لك المطبخ عنده يصيح يا رجل هو حتى هو راكب لا لا صح أنا فصلت على الأسئلة لا راكب يا رجال أنا فصلت على عادل حقيقي ما راكب لا لا جيت الركان قال في بطاطس أنا تتهاوش الباب الباب وش قلت لك أنا مقومتي والله أذكر إني صبح ولا ظهر؟ الظهر مدقوب على فقرة المطبخ. والله ما ادري تقولت من جدك ما ادري تسوقها ما ادري. انت رجال قم الله يرحم والديك قم خذ لك نقطتين قبل البرنامج على هاي. من فاس المطبخ اليوم. يبالها شورب ابو ملحين. يبالها شورب. هلا وحنا جاء نظيفان طال عمرك وانشغلنا وسلمنا نظيفاننا وسلمنا وفزنا. ضد من انتم؟ ضد وليد والامير. ما قصروا مرة ثانية. حلو. فزنا جانا سلمان بن ملحي طال عمرك. داخل. جانا داخل وجانا صدق اي والله انا عيني وش اسمها ولين الصغيره لين الصغيره يا لبي اللي جاء ذاك اليوم اخذ لا ترى الا بالعين المجرده سنونها زي وليد صغار صدق من كثر ما هي يعني زي ما هي صح العين المجرده ما شاء الله تعد انجليزي ما شاء الله عليه ها تعد لا العين المجرده صادق العين المجردة تدري وش هي؟ صح وش العين المجردة؟ لا تغلط لا تغلط وش مي بغلط ذي؟ لا تغلط على لا لا, لا هو صح صح بس انت رحت تركيزك بعيد للمجرد دايم تفكيره غلط وتفكيره لا تفكيري زين بس دايم لا اقوم قسما بالله بالزمزمية تشاف بالعين المليانة شلون؟ تشاف بالعين المليانة انت ايش قصدك يوم لفيتها كذا؟ ما لفيتها كذا لا تكسر يدي انت ايش قصدك الحين يوم لفيتها على ابن عمي بس كذا بس ها؟ محمد وش قصدك؟ ابو حساء ايش قصدك؟ قسم بالله يا شين هم من قبها انا اشهد يا شين هم كيف كيف فهد؟ يا حمزه قسم بالله يا شين هم اسمع ابو عسل تقصد علي تقول احنا ايش؟ احنا بني عارج وبني عارج بني عارج جات براسها ولا باتصال؟ هي وسلمان لا لا جو لا جو هي سلمان سلمان اخي سلمان ايش؟ الله يخليك ايش ايش؟ اخي انت ايش معك فيها انت؟ صح ايش معك فيها انت؟ امس اسولف اقول لك حاب اللهجه واخي قيصر من 10 قوم 40 يوم صار الزمت وش يزين يا اخي؟ تحسها قديمه طبعا على يسار والله في مست اخو حكذنك خلاص ودد ال لا لا عاجبني صار اخلص يلا يلا اسمع هذا امس بيقول قسم بالله منه قسم بالله مايك مايك كنت طافي بالحلقه قسم بالله ما في لمبه اذا فيها عيد ردها مع دربه يا احمد موجود الله يرحم لي والديك احمد الله يرحم لي والديك انت يا اخوي طافي يا اخوي ايش امس هذا امس جاي حلب مايكك شغال ولا طافي لا زين يا ابني المطبخ اليوم جاي حلب اللوتس زين خلاص ردها بس ساعه جاي حلب اللوتس والرجال يعني انا قاعد اعلن اعلام خرافي اعلام حق الله العظيم يا جماعه الحاله هذه اللي بالرودس ما بالرودس اقسم بالله متنا رودس زين قال حلا ما قال كاكاو بالرودس بعد بعدين قال يا عيال والله معليش اللي متعود على الحلال ما ادري ايش يقول يا عيال يا اخي شوف انت لازم تسوي فكاهه اذا جيت تعلن صح ولا لا؟ كل شيء صحيح صحيح الناس يملون الرودس لا لوتس ها خلاص تبدا الاعلانات وتمشي وعلى فكره ترى هذه الزبائن يكثرون هذه طريقه اعلان نعم دقيقه لا تقول نعم وانت ماخذ ابو لافي انت كل يوم كذا ولا بس حزه عصير بس؟ لا من زمان انا عصر انا سمعني ممرض سب يقول نعم وهو ما درى شلون تقول ايه هذه طريقه اعلان طايحين فيها جديده يجيبون لك واحد مع هالمنتج اخي ابو فراج معلش هالمقاطعه انا اسف اول مره اقاطع بالشكل هذا بس انت ليش كل شيء تعرفه؟ يا اخي ودي يوم من الايام ما تعرف شيء يا اخي اسمع ليش ترفع السؤال ولا تروح الاجابه تبطي
صدق ليش كل شيء تعرفه؟ يا اخي ودي لو مره واحده شيء ما تعرفه انت عشان اتناقش انا وياك. يا اخي اسمع راكان على الطيارية. ايش قال ايش قال زمان؟ راكان البارح جلطك. لا راكان اقول على الطيارية. طبعا انا قطعت سالفته برد السالفه له وبعدين هو كيف يسمح لك ولا لا؟ سالفتك نرجع لك كلها. والله اني دليت عليه بسم الله عليك. بسم الله ما لها دخل من باب هذا السؤال. والله اني دليت عليه لانكم اللي طلبني من بسم الله عليك. كل واحد نظرته شوف نظرته دايم سوداء ترى. لا سوداء؟ نظرته دايم سوداء. كيف تبيها تصير؟ لا حول ولا قوة الا بالله. تفضل ابو فراج. بالله بالله صدق كيف يعني نظرتي تصير؟ عادي مسكر الشباك هذا تكلم عنها بعد مهند الفيصل اللي هي الحين انا لو بعلن عن المنتج مثلا صح طريقة الاعتيادية اني اصوره واقول اشتروا منه وامدح فيه. في طريقة ثانية يجيب واحد يعلن عن فكاهي مو فكاهي بغلط والناس يتناقلون الغلط هذا والغلط يكون ساخر والغلط يكون ساخر فانت يتناقل المقطع زي هذا رودس 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 شفت فالبراند يصير يتناقل عند الناس شوفوا هذا بيقول لوتس قال رودس ويمشي عندنا فسووا اعلان جبار عرفت البراند هذا صار يعني انا متاكد ما حد سوى الطريقه دي مع عبد الرحمن بس يا رب لك الحمد يا اخوان شوفوا هي بالفتره يعني هي بالفتره يا يعني اللهم لك الحمد قسم بالله الحس والاعلان اللي قاله اخوي ذا طريقه الاعلان اخوي ذا اخوي ابوي مسمين الله يرحم والديك اخوي رودس اخوي اخوي رودس هذه عاد دي بحق ذي والله والله هذه منها بحق انا لو قال لي اخوي رودس بشرك الله تعال رودس لا لا فراج 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 والله هذه ما يجي شيء والله اسمع اسمع فراج ترى يطلع لك شيء تعال 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 بشرك الله يا ابو بس يعني اقول لك شوف الطريقه اللي سويتها البارح انا صدقني البيلة. انهم الى الان الاتصالات ما وقفت عندهم بسبب ايش بسبب طريقه الاعلان اتمنى والله يا اخي غرد خارج السرب نعم ايه يعني اخرج من الصندوق الذي يزدحم بالاعلانات الحين خش مود اذا تكاثرت عليه الجمل ترى ما عاد ايش يقول بس المهم انه يهبل يطلع اي شيء قريب عادي ايه تفضل بس وصلت الفكره يا شباب وصلت جد يا انت وصلت لي خمسه افكار لا تكون مع الناس شوف كل مع الناس والخير لكن برضه الحاجه اللي تشوف الناس مزدحمه عليها غرد خارج السرب خالف خالف تعرف يا سلام بس خالف بالطريقه لا التي خالف بس لا تخالف بس لا تو تو يقولكم لا تكون مع الناس كن مع الناس بالخير لا تكون مع الناس هو مخ مختلف بس انه مختلف هو مخ بس انه تلف تالف. اي تلف عرفت انت طريقه الفكر عندك انت هذا مخ دقيقة دقيقة. هذا مخ دقيقة. تبغى تتكلم استحضار الكلام يجي عندك عشر كلمات مع بعض هذا مخ تبغى تتكلم استحضار والله انك ما انت بعيد منه والله انت التالف صدق والله انت المخ التالف انت الحين مخك تبي تتكلم موضوع معين مخك يستحضر كلمه وتطلع عرفت هو يطلع عشر كلمات مع بعض اللهم لك الحس كلها جواهر جوهريات تخيل يطلق عليها جوهريات دقيقه 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 تخيل انك مخ عبد الرحمن العصيمي اعوذ بالله بنتحن من اول يوم ورب البيت لان اكبر من طاقتك ابو اكبر من طاقتك اعوذ بالله هذا يطلع مع كل محل شكله نزل مع ستاره راسك راسك خشمه لون اصفر طبعا ولد عمي عادي هذا هو يحب الوناسه ويحب زرع البسمه على ابو الجيه والاخرين زرعها يا اخي انتم اليوميه ليش لهجتكم حلوه الله يرفع قدرك حبيب قلبي ترى نصاب يقول لأي واحد قال انتم مشمر لهجتكم انا ادري 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 هذا يجي عند اي واحد الله يدخلك جنه انا احبك بلهجتكم وانتم ناس طيبين وديرتكم حلوه لا تصرح بحبك للناس يا اخوي يا اخي شوف لا صدق يا عيال بتكلم معكم قول يلا بس اتكلم معكم صدق ترى ما انت مطالب تقول الكلام هذا بتكلم لا 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 امزح يا اخي اذا احببت اخوك المسلم بالعكس 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 لا لا انا ما حصارح كذا انتم حالونكم ما تاخذون كل الكلام عاد صدق يعني انا اقول لك كذا هد بس دقيقه بجيب ذا وبجيكم والله عندي موضوع بفتح ضروري معكم والله يلا ليش مسكر هو هناك اي بفتح الباب وبدخله دقيقه بس يلا يا اخي دقيقه بس بجيب موضوع يا امان لا حد يتحرك يا اخي اذا عندكم مصطلحات انتم شنوحك شنوحك مو بوش شنوحك شنوحك شو وقعك شو وقع يا ولد حتى لو معك امراض الدنيا كلها يقولك شنو وحك طيب تعافى تعافى شو وقعك حتى لو عليك هموم الدنيا كلها تحس يا ولد انها تناحش الهموم يوم قلت امراض الدنيا تذكرت يا الله يقولون ليلى في العراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداوي ذكرتني بمهند الفيصل الله يذكره بالخير الله يذكره بالخير هذا قيس تنعب ملهي ها طيب انا جبت موضوعي بس هذا مفتاح السالفه الهديه اللي جاتك امس
الهدية هذه والله هذه بيض الله وجه من أرسلها والله أمي تعرف من هو عشان أردت لها تستاهل 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 ونطيب عليكم زود عيال وهذا من كرم لطفكم. الموضوع اللي كان بفتحه يعني أنا معليش طرى لي حنا في الصلاة والله بس للأسف أني نسيتها الحين. طيب وش رأيك لا لا صدق طب أنا بسألك سؤال بسألكم سؤال أول شيء قبل ما نبدأ الموضوع متى يوصل مرحلة للشخص أنا أتوقع الشخص اللي يبحث عن رضا الناس في أنت لو أسألك بتجاوب جواب من زاويتك عبد الرحمن لو أسأله بيجاوب جواب من زاويته أنا لو تسألني بيجاوب جواب من زاويتي الثاني بتختلف ترى الآراء في الجواب هذا كل واحد على حسب نظرته. بس الحين بسألكم أنتم متى تشوفون أن الشخص أو وش الحالة اللي توصل للشخص أنه يصير يدور الرضا من الناس متى؟ كل الناس الرضا من الناس منهم يعني طبيعي أن السؤال بيكون يعني المحيط اللي عنده الناس اللي يعرفهم الناس اللي تابعه اللي تابع عن طريق سناب عن طريق وات ايفر يعني متى الشخص يبحث عن رضاهم ويكون همه رضاهم ليه همه رضاهم اي وش يصير وضعه او حالته وش اللي فيه اذا فقد الثقه شوف هذه انت الحين تقولها صح عليك بس في اشخاص يبحث عن رضا الناس مو لفقدهم للثقه انا اقول لك صح عليك جوابك في نفس الوقت غلط ينطبق أشخاص وينطبق أشخاص أنت شو تقول؟ أنا أشوف ضعف شخصية جوابها صح وعند أشخاص ضعف شخصية وعند أشخاص لا مو ضعف شخصية الموضوع هذا أنا ودي أفتح عليه لأن الجواب فيه يجي من الصوبين ترى والله العظيم إنه يجي من الصوبين. طب هل تتوقع إنه أصلاً لو واحد دور الشغلة هذه بيلقاها إنه يرضي الناس؟ غير إنه بيدور الشيء هذا وبيلقاه هو في الإنسان في طاقة إيجابية وفي طاقة سلبية صح ولا لا؟ هو لما يدور رضا الناس انا في قناعاتي ان الطاقه الايجابيه قاعد يستنزفها ويشحن الطاقه السلبيه زياده ويقعد ياكل في عمره الين يوصل مرحله اللي ما راح حتى انه يرضي نفسه. انا في قناعاتي انك ارضي نفسك ولا تبحث عن رضا الناس بل يعني خليك في المنتصف رضا نفسك ورضا الله سبحانه وتعالى. انا اشوف هذا اهم شيء والله العظيم جد انا الكلام هذا ما اقوله كلام منمق او مثالي بس هذا مبدا اللي انا امشي عليه. لا للاسف انه في كثير يدورون رضا الناس وهذا امر مفروغ منه ترى ولا 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 نقدر الحين جوابك انت صح انت جوابك صح وفي اشخاص ترى لا يبحثون رضا الناس ممكن لغايات معينه واهداف عندهم يبون يوصلونها شلون يوصلونها لازم يرضون الناس بس صعب انك ترضي الناس. نعم ما راح ترضي الناس كلهم رضا الناس غايه لا تدرك. هذا امر مفروغ منه رضا الناس أتكلم. رضا الناس غايه لا تدرك يعني مهما سويت مهما فعلت ومهما والله ما ترضيه. طيب انت مثلا الحين خل همك رضا الله سبحانه اذا رضيت الله سبحانه رضى عنك الناس ورضى حلو في اسهل من الكلام يا عيال ابدا في اسهل من الكلام في الساعه ما في اسهل منه كلنا نقدر في اسهل كلنا نقدر نتكلم وشو الانصات الركان يا حبيب قلبي بس هذه ترى هو يبخششني انا بسال بتكلم جد. طيب اسلم انت لو تشوف لك واحد يبحث عن رضا الناس وتشوفه في حاله يعني شلون اقول لك حاله هستيريه يعني مو بوضع الطبيعي هستيريه مره وش 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 ممكن انك انت تتعامل معه وش تسوي معه او انك تخليه على فاله او وش 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 يعني ما ادري كيف اشرح لك اياها سهل جدا وش اللي بتقدم له بسأل سؤال انت راضي عن الشيء اللي تسويه اول شيء انت تدري غلط سؤالك هذا ليش والله العظيم يا احمد غلط مع انك انت انسان اقسم بالله انك تعلم ما تتعلم تدري كذا بتدمره زياده لا هو لازم تاخذ معه كل شيء داخله هو عرفت بعدين تقنع انه الفعل اللي قاعد تسويه انت هذا تسويه لغيرك وانت عايش لنفسك ما عشت يا سلام عرفت يا سلام انا ابغى اوصل للنقطه هذه يعني انت ما عشت عشان فلان ولا المتابع ولا انت عايش لنفسك لذلك عيش لنفسك اختر نفسك في مقولة تقول كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. يا سلام. أنا أعتقد إنه في مثل هالأمور هذه ما عندي مشكلة. ما الناس ما راح يتفقون أصلاً على رأي معين أو على لبس معين أو على ذوق معين عرفت؟ لكن المعقول اللي الواحد إذا سواه يدري إنه ما خالف مخالفة قوية، لا سوى شيء في الأغلب إنه الناس بيتفقون عليه عرفت؟
في الأغلب. صح. يعني شيء من العادات والتقاليد ما طلع عنها. سالفة اللبس، أنا بسألك سؤال. هل تعتقد؟ إيه أنا هذه ترى طلع لي والله من طلع لي واحد، شوف سبحان الله يعني الشيء بالشيء يذكر. والله إحنا نصلي طلع لي واحد من العيال. وأحبها بشكل ما تتصورون، وعلاقتين وياه جدا جدا قوية، بس مشكلته الشيء هذا وما هي بضعف شخصية ترى فيه. أنت قلت ضعف شخصية صح؟ ترى مو بضعف شخصية فيه، كان قوي شخصية والله. عادي تضعف شخصية. أنت قلت؟ عدم ثقة. عدم ثقة، رجل واثق من نفسه من الدرجة الأولى والله العظيم. لكن رغم هذا كله كان يبحث عن رضا الناس في غايات أنه كان بيوصل لها، وأتمنى أنه وصل لأهدافه إن شاء الله. بس ما ترى ما له علاقة الموضوع أبدا. صح صح. أحياناً يجيك واحد قوي شخصية. واثق من نفسه بس تبدي تضعف، لكن تضعف صح بسبب موقف، بسبب شيء حصل له، بسبب شيء سمعه، بسبب اي كلام، عرفت؟ يضعف. انه الثقه تزود وتنقص. انا معك يا احمد، ثقه بالنفس من ناحيه انك تبحث عن رضا الناس، ولا انك تغير مبادئك مثلا، ولا تغير من اخلاقك، ولا تغير. شوف انت ابن ادم، هذا كذا تتجرد. لا بعلمك، انت ربي خلك على فترة صح؟ ربي أعطاك ميزة ما هي عند غيرك، ربي أعطاك أخلاق، ربي أعطاك سلوب تعيش فيه. يمكن أخوان في البيت تلقى ذا يا ولد سبحان الله لها شخصية وذا لها شخصية. أنت إذا ما عشت على فترتك بتتعب وبتتعب الناس. يعني نفس نظامنا في البرنامج، تذكر النصائح اللي كانت تجينا، لا تتصنع لا تتصنع، الناس ترى ما بتقبلك على طبيعتك. صح. خلاص يا أخي، فلان ما قبلك على طبيعتك بيقبلك ألف غيره. خلك على فطرتك يا اخي، وبيقى اشياء من شاء انت خل همك الاكبر رضى الله سبحانه وتعالى. اذا كان همك رضى الله سبحانه رضى عنك الناس، واللي ما بيرضى عنك اعرف ان اذا رضي عنك الله سبحانه وتعالى ارضى عنك الناس كلهم. فهمت؟ شاء من شاء وابى من ابى، غصب الله راضي عنك خلاص. خلاص إيه، هذا اهم شيء رضا الله ورضا الوالدين. رضا الوالدين. احنا ليش ما نغير مبدا ابحث عن رضا الناس، ابحث عن رضا الله سبحانه. هو اساسا احنا رضا الله من رضا الوالدين، هذا امر مفروغ منه. احنا نتكلم الحين عن الشيء، الشخص اللي وصل للمرحله هذه. انا قلت لك بديت كلام، اقدر اقول لك الكلام المنمق ولا هم مثالي، بالعكس الحقيقه والكل اللي نتفق عليها ان الشخص يسوي الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي ذاته. السلام عليكم. السلام. انت رحت لموضوع ثاني، قلت بسالك وشو. ايه انا في مقوله كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. لنفترض انه راكان بن ملهي معجبه لبس، لكن اللي معه مثلا مع قروب خمسه يقول لا يا اخوي مو بحلو، ترى كذا لبسته بيصير. انت عاجبك، انت ودك تلبس، هل بتشتريه وتلبسه ولا لا؟ شوف سؤالك حلو، قل لي ليه. لان البس على اكل على كيفك والبس على كيف الناس صح؟ طيب انا في لبس عاجبني واللي معي مو بعاجبهم صح؟ طيب اللبس هل هو مثلا مظهر العورة تراكان؟ لا. مخالف عادات وتقاليد؟ مخالف عادات وتقاليد لا، بس انهم مو معجبهم اختلاف اذواق لا بشتري. مخالف اذواق كاذواق انه ما عجبه وعجبني لا بشتري، لان هنا توقف خط احمر. هذا ذوقي انا. أنا اللي جو، أنا أساسا أحبني أنفرد في 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 كل شيء لحالي. هذا 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 هذه تركيبتي. يعني أنت ضد المقولة؟ أنا ضد المقولة في اختيار الشيء، مو هو أكون مخالف للعادات والتقاليد. يعني اختيار يعني ذوقا يعني. إيه ذوقا، أنا بمشي على ذوقي صراحة. أنا أساسا ما أحب ألبس إلا الشيء اللي أنا راضي عنه، والشيء الثاني إذا وصلت المرحلة إني بغير على نفسي جو ألبس أشياء ترى ما تعجبني. ما تعجبك؟ والله انا اوصل مرحله اني اللبس من مقتنع فيه البسه بعض الاحيان عشان اغير نفسيتي. بس تغير نفسيتك بشيء ما يعجبك؟ والله العظيم تغير نفسيتك الافضل يا اخي. انا حلاقه تدقن ما داني احلق دقني. اغير نفسيتي بعض الاحيان، اذا نفست احلق دقني تغير نفسيتي. طيب سوي الشيء اللي انت ما تبي تسويه في الوقت اللي انت عادي تسويه. ترى مو بنا لي خصم. لا يو جالسين عليه دقيقه. بس اذا لبست شيء مو على ذوقك نفسيتك تتغير الافضل. طبعا مو بكل يوم هو انا اسويها. أيوة أيوة طبعا هذه في السنه مره تتغير نفسيتك بس الافضل يعني، ولا بس إيه منه تغيير الجو؟ تتغير تتغير يتغير الجو يتغير. هي طقوس بالاول والاخير والله. هذه طقوس. طقوسك غير يعني يعني زي جوي مع القمره مع شبته النار، جوك مع تغير. لا 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 جوك لا يا إيه اوكي اللبس طبعا ترى يغير بعيدا عن هذه الاجواء الطقوس الثانيه اللي احنا نسويها دائم. بس انا اتكلم لك في المواضيع هذا الشيء بالشيء. والله طقوسك هذا المشكله. اذا كان واحد ممكن اذا كان واحد طبعا الجميع متفق
انا بعيد عنك يا ركانو، انت ذوق وفايف ستار حبيب قلبي، انا اقول صادق. لكن اقول اذا كان واحد مثلا لبسه الجميع متفق انه، وخل لبسه الجميع يعني متفق، خلا بنضربها على اللبس، ان الجميع كلهم متفقين ان الشيء ذا مو بكويس. من اي ناحيه مو بكويس؟ يعني مثلا شيء شاطح تحسه مو بزين، عرفت؟ يعني مثلا اصفر واخضر؟ لا لا مقطع تقريبا. هذه فيه البوس ترى ما تلبس، وطاحوا فيها ترى والله في الوقت الاخير. والله اني اشوفها يا ولد في سلفني مو بسلفني طبعا. هذا تكلم عنها راكان عبد المجيد، يقول اللبس اللي مثلا يقلل من العادات والتقاليد اللي فيه، يعني بشكل عام اللبس اللي فيه شرها اللي كل الناس متفقين عليه صح ذا، يقول لكن احيانا اللبس ساتر للعوره ما في يا اخوي. احنا اول القواعد قبل اول بدت الرياضه، بدت الرياضه عيب الرجال يلبسها. صح والله العظيم من اول، لكن حتكلم لك الان على كلامك الحين. طيب ليش؟ يعني كانت في معتقدات عندنا غلط في غلط. طيب ليش؟ بين ليش هي غلط. يعني البس اللي يعجبك بس لا تجيب لي لون من لا. الحين في ناس تقول السي الفلاني غلط او السي الفلاني صح من دون اي تبرير. انا ابي اعرف يعني ليش قالوا انه غلط، وليش جينا احنا وقلنا ذا صح. هو اول شيء ترجع للعادات والتقاليد وللشرع. انا باعتقادي هذا الشيء بالنسبه لي اذا بشوف بقيس شيء هل هو مخالف او لا، اشوف هل هو يخالف الشرع؟ لا اهلا وسهلا. يخالف عادات وتقاليد، لان العادات والتقاليد يجب ان تحترم غصب. هذا شيء بديهي اصلا. ترجع العادات والتقاليد، يخالف العادات والتقاليد لا ما يخالفها. سلام عليكم بلبسه ولا علي من بلبو. بس تبي الصدق؟ عرفت اقول لك شيء، في بعض الناس يلبس اللبس للاسف الشديد يعني بعيد عن العادات والتقاليد وبعيد عن يا اخي الذوق العام. حتى وشلون ذوق عام؟ تلقى سروال ضيق هذا مخالف للشرع. بما ان في ذوق عام، هل يوجد ذوق خاص؟ وما هو؟ في ذوق خاص تدري وين؟ تدري وين القريبين من قبل؟ لا في ذوق خاص، تدري وين الذوق الخاص؟ الذوق الخاص راك انت في بيتك. اي ذوق القريبين من قلبك. اي لو شو اسمه بالعربي الذوق الخاص؟ ما تصل. في ناس تلقاهم والله في المكان العام لابس لهنا. مره داخل برايفت. برايفت. تعرفون السوبر ماركات الكبيره؟ معروف ما نسميها بسميها. والله يا عيال اني مره داخل اللي هاك الرجال قدامي الى هنا لابس يا رجل. والله العظيم اني انا اناظر فيه، هذا كيف نزل؟ هذا كيف دخل؟ العوره احنا نعرفها، احنا كلنا مسلمين صح ولا لا؟ بعيدا عن عوره منظر مقزز اصلا. اي يا ولد لا اقول لك فخذه، شفت الفخذ؟ والله لهنا لهنا لا تخلي تقطع رقاب المساكين لا يرجيب تخلي لا يخرب العتيه. بسالكم سؤال على طار الالوان ذا. الحرام وش لونه؟ الحرام الاحرام ابيض. يجوز البس غيره؟ لا ما يجوز مفتي الا وقت الضروره. انت كذا بتخليني افتي؟ انا ما افتي. انا ما سؤال، ما قلت لك افتي انا. انت هل يجوز افتاء؟ انا اسالك سؤال مدري. هل تعتقد يعني توقع ما ادري والله انه فقط ابيض؟ والله ما ادري. هذا اسلوب من اسلوب التعليم على فكره. لا انت قلت هل يجوز البس غيره؟ عادي احيانا يدخل عليك الدكتور بال. انت تبيني ادخل النار؟ علمني. لا اعوذ بالله. حتى ما انا قايل لك كذا واخليك تمشي. ادري ادري. حتى الحرام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ايش صار على سؤالي انت؟ هو الكوبرا الافعى السامه انت. شوف ترى بلده كورة حبيبي. شوف عشان كذا انا بخليه يكمل. حبيبي شو حبيبي؟ حبيبي اصبر شويه وخلي في صدري كلام. الحرام ايش صار عليه؟ اقول الحرام صدقي. الحرام يجوز تلبس اي لون. لا شلون يعني اقدر البس اسود اصفر احمر؟ هل يوجد احرام؟ اي لكن النبي لبس الابيض لانه يحب الابيض. ولا تلبس اصفر يعني الابيض من السنه يعني؟ اي والله نعم. يعني لو رحت دخلت الحرم الحين بحرام اوعدك اني العمر الجاي ان شاء الله اني بعتمر باللون الاصفر يا اخي. سبحان الله اذا دخلت الحرم بحرام اصفر عادي؟ لا والله. لكن خلاص صارت. لا لا تقول خلاص، لا تقول خلاص من السنه. انا بروح اعتمر وعلى ذمه احمد الفراج. واذا قال لك شيء قول احمد الفراج هو اللي قال. احمد الله يرحم والديك اول مره اسمعها من يوم خلق 30 سنه عايش. هو تدري ليش هو منقر؟ لانه ما سمحها من قبل، سمحها منك. ودنا سامحها من قبل. من وين جايب المعلومه هذه؟ 30 سنه عبد المجيد نفال عايشها في الحياه. كم
أبوي عمرها الآن تقريبا 90 سنة. يمكن خدمة في الدين ما شاء الله. يمكن يبيك يدري. طيب اسمعني. ولا قلت ترالي. اسمعني. هو يجوز تلبس أي لون. عرفت؟ أنت أحمد ربك أنا قلت من 12. قل الحمد لله. تعجبني بعد. صحيح. والله النجس من ضمن 12. وأنا نافس على الأول إن شاء الله. ونأخذ المراكز وعيونكم تشوف. ما ظن في. ليه؟ ما ظنتي يا عبيد تاكل بطاط؟ هقوله لا اله الا الله حق. لا اله ما خذيت مركز. كاني ما خذيت مركز. لكم علي اللي تبونه، لكم علي حق. تم 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 بيض الله وجهكم. احنا اعلن البث لله عشان اعلمكم. انت حرام. ابي اعلمكم سالفه. اي اضمنني انتبه لنفسك، ترى ظني ان العلوم كلها حولنا. ها؟ اتوقع كان في تصوير ولا شيء؟ انتبه. صدق والله عندي سالفه بعلمكم يا اخوي. قول لا اله الا الله. حد الجانب البليه اذا مركب لا تقول شيء، اسكت. بس ما هو عند عادل. عادل انا عندي هنا الحين. دي تشبح فينا ولا تشبح جنبنا؟ اي حرام الكل ابوها يمنا. شوف دي انا عادل هنا. اسمع بس غير السالفه، غير الموضوع اللي في خاطرك. غير. طيب ابيك تكتشف الحين ان عندنا بث. كيف؟ ما ادري. يلا بذكائك. خلنا نشوف انكم معي جوال اخش على البث المباشر. طيب. ما معي. لا انا اللي قف المايك. مايك قفل. الو ما حد يمك. الناس كلها نايمه. ما عندنا بث. اظهر ما في قلبك ابو. ما تدري يمكن مسوينها. اظهر ما في قلبك يمكن مسوينها. حسن والله يسوونها. لا تظهر. لا تقول شيء مره. انتبه. طاني مسوينها شوي لان الموضوع يعني مو بمره غويط بس انه يعني ما يصلح. المهم انا ان شاء الله باخذ المركز الاول وعيونكم تشوف كذا اكثر الاصابات. اها لا احنا نبي اكثر. طول العمر واحد ما زرجك شن هلا. يعني انت اثبتت الحين حكمت علينا. ما ادري خلاص ما تشبح فيني ذي. ما ادري عنها. هذه واحده. اثنين وين؟ شوف من ناحيه دي. ثلاثه ضلوع. امس انت يا رجل جيك عندك كوتش. اربعه. شو السالفه؟ خمسه. يوم اقول ما ادري. يلا هني امشي. يوم جيت ارقد على السرير اقول شوف القهر وينه؟ ان الوجع مو على جهه واحده. يعني ان انا سدحت يمين جعتني يدي، ان انا سدحت يسار جعتني رجلي. يعني كذا هنا وهنا. اعوذ بالله. ما كانت ارقد كذا. وانا ما اعرف ارقد كذا. لازم احط رجل على رجل. بعدين ايش رايك؟ بعدين ايش رايك بالسرير اللي انت راقد عليه؟ ممتاز جدا. مرتب مرتب. انا اللي مرتبه. ايش؟ انا اللي مرتبه. خوخ من طاع الله صدق. فذل في ذمه تذم. انا اللي مرتبه. اصبر الان ترتبت فهد صحيح. بس جاء بعدك غير الشغله كلها. ضربه جديده. اصابه جديده. اسمع هذه الضربه ايش؟ اصابه جديده. هذه الضربه الرابعه. خمسه. الذبي حبش الماء. والله اني بغيت. كثرة يا رجال. طيب اسمعوا لو جو المتسابقين الاسبوع الجاي ما حد يقوم علينا السراير. خلوا كل ابونا جالسين في السراير نفسها. احنا بنحطهم في الديوانيه. اتحداك يرقدون. وش قال؟ لو قالوا متسابقين رجلني تالي ما فهمت. المفروض انك اكثر واحد تعرف انت. تقول لو جو المتسابقين الاسبوع الجاي ما حد يقوم متسابق. بس عرفها. طيب احنا كذا نسولف كذا. احنا حجازين كذا بسرعه. حجازي؟ اي تتجي. اي والله تتجي. تم تجي. وانت حجازي؟ اوه اخو من طاع الله صدق. هب الحجازي. ها هب الحجازي والله من هال الحجاز. اخو من طاع. يعني انت تحسبني اسبك الحين؟ انا طيب انا وش قلت؟ اقول حجازي. لا انت زعلان الحين تضربني بالسيف. انا ما زعلت اخو رسمه. تكفى عليك بالجنب الثاني. ازهله يا انا ابي يديك كذا. ابيك تقول زي كيف فهد يدك كذي تميبه وترفعها لي. ما عاد ابغاك ترفعها. تفهم ولا ما تفهم؟ يا ولد امس جاء عنده. امس الظاهر جاء عند ناصر الغامدي مدري وين جاء. رفعتها كفو. والله العظيم من حظكم رضيف لكم شيء يا اخي. تبي الصراحه ذاك اللي ما منه. لا اسمع. ها لان يدي لي منها قالت كذا. قلت تكفون يا عصابه راسي. يلا دب مرهم. ونعم نعم ونعم ايه ونعم والله. امس جاي بيستاذن عرفته. انشابها فهد. امس جاي بيستاذن عشان يده. تدري انه ما تكلم. الفيس هو اللي اعطاهم ايش؟ الكلمه اللي انا تعبير الوجه. اي تعبير الوجه. يوم جاب يقولهم قال ترى سواك في. يلا مشهد صامت. اي في ذمه تذمه انها امس وجهه بنفسجي. بس يا عيال تراكم مشاهير. هو تعبان والله العظيم انه انشهرنا. اجل امس جاني زياده هنا.
أجل أمس. هذا الظهر هذا علمك. هذا اللي بعلمكم. حد يجي له. جانا زياد إحنا هناك. جاني أنا. تعال 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 تعال. العلم. قال يا ولد تعال أبيك. إيش في يدك؟ قلت يدي تعبان. رايح عند رجلها. طيح يمكن من نص ساعة. امشي امشي في ناس يبونك برا. برا وين؟ قال برا عند باب المنتجع. قلت يا ولد ماني طالع. قلت ما نقدر نقرب. قال يا ولد معك عذر. اطلع. وين هنا وصلوا لي هنا؟ عند الباب. قلت يا زياد ماني في حالك انا تعبان ماني طالع. ماني يمك. قال والله العظيم انك لو تدري منهم ولا تشوف اشكالهم انت اطلع لهم. قلت وش سالفة؟ قال ثلاثة ويعان مورين ابوهم الضيم نبي نصور مع محمد الزعيزي. والله يطيبهم طيبة. طيب الله ياخذك. اطلع انا وياه. بنيتي ذاك وبرا اسمها جود. وصبين اسمه عبد الله. كل بوش. وصبين اسمه سعيد. يا حلو البنية. كان دستهم في كيس جبتهم هنا ريالتي. اصور معهم. يا سلام. هواجر. يا ولد وناسه. والله العظيم. هذا شبعان الصغار. كان استاذ انت قلت خلهم يجون يكملون الريالتي معنا. واصور معهم وعود. يا ليل. يا ليل. راح اتكلم اي غدا. احنا عندنا بيت الصدق. ها؟ بس عادي تراني مستاذ. انا طلبتني. يعني زياد مستاذل من الاداره يعني حتى لو والله ناس. ما علي من احد. تعال تعال يا رب. بابا النعامه. اجل كم؟ ركان تعال. همس ولا بنتغدى سوا؟ ولا بنتغدى سوا؟ تم. تم. نبي نتغدى سوا. تعال ابو حسن ابو حسن. يلا نتغدى سوا والله. والله انا بنغدى. والله العظيم اني مبطي ما تغديت معكم. طيب المطبخ اليوم ما بقيت انا من الغداء. غداكم. جاتني زياده. اوه هذه المشكله. جات من ايه؟ جات من ولد عمك. جات من ولد عمك ما عليك. ماك شو. ليت جت من ولد عمك. ابن مريم جتني من عدو اليوم ما تقدرت ولا بتقرالي. مثل عبد المجيد اليوم صلاته ضربت. يا اخي ينسو 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 قال ما تقدر مسكني كذا. اوه تضامن الله. عبد المجيد يقول ينسو ينسو العيال ينسو. ابي اروح له ابي اروح للزعيس امير يقول له شوف كتب فهد شو علومه؟ فهد؟ بشرك فهد بقوم ابشرك والله بخير ما عليه طيب يزقح بعد مبادرته اللي امس هذه. ايه بيض الله وجهه. بيض الله وجهه. انا ما ادري متى بيسوي هو مبادرته ذيك اللي قد سوى حقه امرأه. كل يوم يا حمد باكر كل يوم يا حمد باكر. استبعدوه. استبعدوه. يا ولد لازم نتكلم. خذ جوالك من الاداره. كلم سامي يقدم في البرنامج. في السوق. اي حق السوق. والله اني صادق. شخصيته حلوه جدا. انا اشهد. وريت عنده فل الفل. شخصيته حلوه. مقبول. كان اخيه فهد الله يذكره بالخير. الله يسعدك. كان طيب فهد. كان خشيما طيب. الظاهر اني بخلي وليد يقدم. وليد عبيط لدرجة. وشو؟ اخيك 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 نذرنا اخيك اخيك اكسر اخيك ما علي منك انا بقول اخيك تقول كلامنا وتقول حسب حسب طيب اسمع اسمع انا عجبتني اخيك تريد لا 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 هاي كلمه لنا ولا لك اكسر الالف اكسر قول اخيك طب انت دقيقه تتاتي كيف تقولها تتاتي مي تتاتي تتاتي أطرى صفاته وليد مثلي دبل الآن عائلة ريالتي نفسنا يعني كفو خلاص كان وليد يشارك وخلي سلمان يشارك اسمع أنا لا عصبت أنا لا عصب ما حد يخليني أضحك وأنا في عصبيتي أحيانا نجيب بضربه مزعلن أمي مزعلن وحدة من أخواتي مزعلن عبد الله عبد الله أكبر منه وما داني على عبد الله طبعا يسمون محمد في البيت الانتحاري الانتحاري وجه بس وروح واجيك هاد بعصا ولا بشيء بضربه بنجخه لما اني دخلت عليه وقبلت عليه وضربته قاعد يمسكني هو طول مني يمسكني كذا بجنوبي منه ويحبني ويضحك ضحكت انت الصغلب تكفى يا محمد ادخل بشخصيتك خلق قوي لما جيت عنده تضحك انا امحق لما عصبت بس ان الشخص هذا لما واجهته ضحكت عبيط لدرجه ما تتصورها تالي عبيط تالي تعال يا رجل ايش جاي هديه لو سمحت احترمي نفسك تا تكلم حتى الجماد يا الاهبل والله انا ارتدت اسمها لطيخه وش اسمها لطيخه متى غيرت اسمها لطيفه ولا عنك لطيفه سميتها لطيفه بعد حيد العيون اسم والله ممتاز اللي سماها تدري من نايف يوم مرت فيني قال تراها لطيخه لطيخه اسمع اسمع ما وش موهبته الوليد الوليد مو بالوليد الوليد يا اخي اسم الوليد شاعر ولا منشد ولا شاعر الوليد اخي صوته حلو ما شاء الله تبارك صدق والله اي والله
ارحب ارحب يا ابو سامي. طبعا كنا شادين حنا، جينا مع جو لطيف، عرفت والله العظيم تخليه، جينا مع جو لطيف اللي كذا من برقه جهام معروف، عرفته معروف، ولا الحين شادين ويطيح التاير، يوم طاح التاير ونبتلش ونوقف العزبه عزبه و تع تعال ادحم الميدان بالجنب الميتين تعال. مساكم الله بالخير، استرسل مين قبل يجي، كلكم غاليين الله يرفع قدرك، وكلكم عندي كما الروح في الجسد الله يرفع قدرك ابو سامي، لكن ابا اطلق كلمات بسيطه في صدري وهي تعبير عن اللي في خاطر عبد المجيد. يلا الاسرع، ها حتى ذاك جاي من ناحيه اسرع، اسلم ابا اطلقها في العنان، اسلم ولا يستمر العزايم يا ابو سامي. هنا اقول اسلم علامك الشر، كان بقول لك ارجع ورا شوي، ارجع ورا لا لا ما ضل بس طيب. يلا اسلم اقول يوم انتجعنا ليه حنا ضايقين، رجال وقف حنا جالسين، يوم انتجعنا ليه حنا ضايقين ومعاد نطعم للسوالف والسهر والسهر، كنا القمر ينشد وحنا جالسين، الله بالله يا سمار ما شفته عمر، الله 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 صح الله لسانك يا ابو صح بدنك ابو سامي، ابو هذال يستاهل وعز الله انه في قيده، صح لسانك يستاهل، مع عاد بقى الا القليل ان شاء الله، ذي ترحيبات وبنجتمع والله يا جماعه ان شاء الله على عز ومعزه، اللهم مرحبا والله ومسهلا، حول يا ابن ابي حول، كلنا لك عمر، حول يا ابن ابي لندن وغن، حول يا ابن واحد فيكم، لا تجعل لا تجعل لا تجعل، شوف عيني واحد رجله جنبه سريح ويا الربع، تعال تعال 1 2 3 4 5 6 7 حبيبي حبيبي تعال حبيبي تغير الموجه عمري والله اني ما تعال ما توقعت وزنك كذا ارحبوا رديته يا عيال، لا والله انا والله اني راح فيها الظاهر احمد فراج، انا بروح ابشر بسعادك والله العظيم ما تروح انت، احمد فراج تعال 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 والله احمد فراج بيجي بريجيل احمد فراج بيجي بالغدا واسترحوا، خليه يروح، لا والله ما يروح، لا خليه يروح والله ما يروح جديد يا خبي، لا عد في يمين اسج يا ولد، انا عدت تبي راح اجيب الغدا والله العظيم ما تروح، عود لا ابن عري عود يا ولد، خليه يروح يجيب ابو حسن، عطنا الغدا ابشر كفو عود كفو كفو واضحه، شوف يا فهد انت عدى شبر زين والله العظيم ما اعرف الا انت، ولو يجي والله اللي يضحك، جيب الغداء يا ابو حسن والله جيب الغداء والله اني هرج صادق، وش فيك رجاله مثل رياجيل انبزت صحن وعطنا هنيه خلنا نتغدى، الجنه ذا وش يقول؟ الجنه الجنه وش يعني الجنه؟ يدخلني يعني البلاء 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 ذا الجنه البلاء، اسمع دائما يقولها الجنه ذا وش بلاء؟ قم له يفك الرجال خلاص بيجلس فك الرجال يلا خلص علي، لا قد قد هي بعد اخلص علي والله ما يمسك الادمي، هي بعد اخلص علي بتعود انت والله العظيم والله العظيم قدك شوف ثانيه والله محمد يا محمد شد حيلك وهات الغدا، الله يستر عليك فهد انت عاد تجوز يا فهد انت انا شد ان اسمع عورك في يدك داعي الله يسلمك وقف 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 الله يسلمك الله يسلمك انا سج سج والله اني سج، بسم الله عليك ايش تبغى الغدا يا ريدي فهد لبيه استريح ابو حسن استريح خلاص اي تكفى اعطني ابيات هذه وين يقول لا 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 تروح لا تروح خلاص جا 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 والله بنفرج فيديو والله صدق عوال انا بروح اشوف رب السواق هنا الحين شكل الشيطان الرجيم بغى يفقع عيني جاك شيء بغت تدخل في عيني انت تبغى غدا يا صدق ابي ابره ابره شو ابره مسكر مضاعف قدامك العافيه يا ابو ركان فرحان اجيب غدا يا طيب راسك يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لي لا
احتزم يا ابو حسن وشد حيلك لا تماري الليالي الله ما ادري كانك انت اللي من اجلي مسويها مسويها سوي يعني رايح اجيب غدا والله انت من القزاز ده ترى عليك يا فهد يا طيب راسك بعد ذي المبادره يا اخي ما شاء الله تبارك الله شوف شوف تستاهل يا ولد جوده جوده والله يبيض وجهك يعني فشت طال عمرك يعني فشتت كذا فشت شب النار لا تشب النار اسمع فصل نفس اللون ده ثوب تم جيب ذي طال عمرك تنحط قرب اشوف شوف قماشها انا عندي امنيه واحده بس تبيه أصواتهم أصواتهم حلوة عشان أغنية مو بأغنية إنشودة واحدة يا رجال أغنية ها اللي هي طاولة الصبر من عرفها صوتها حلو فيكم يغنيها أنا صراحة صوتي تعبان عرفتها فهد صوتي تعبان وعاد أنت صوتك تعبان أتمنى أنه تعبان دائما عشان ما تغني وتزعج والله وإيش في المحاورة البث صوتي تعبان صوتي ولد شاعر معروف في الساحة ويعرفها الرجال ذا صوت صوت الله تبارك الله الشتاء جاي جلسات الشتاء زانت الشتاء جاي وجلساتك يا ركان مخابورة للحين وصوتك عالق بذني لا للحين واسمك عالق وبصوتي صوتي هذاك اللي تحبينه الله أوه. طيب اسمعوا انتم كذا بتقعدون كذا شو سالفتكم استرخاء لا لا مو باسترخاء هذا ولا هو باستجمام ذا اما انكم تعطونا سوالف عصريه ولا عاد تفهمت معكم سوالف علي وترك المسباح ولا قطعت على راسك سلام ما شاء الله عليه على طول اسمع سوي الحركة هذه تذكر آخر أسبوع أنا لو أتسوي حركة هذه وتذكر آخر أسبوع رقت رقت ركان يرقد اليوم ركان روق مقام اليوم أنت ما أنت مطبخ ركان إلا مطبخ الولد شوفه جاني سلمان كان رايح عزيمة إلين الصغيرة وسفه الليلة وخلينا الأول استهرونا ما عليكم زود واستأنسنا وأبشرك الأمور طيبة شو اسمه إلين 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 اللي ذاك اليوم جت في الدخولية ولا غيره؟ لا هذيك بسوم الصغيرة وهذه اختها اصغر منها. يا إلين اليوم جيتي ولا شفنا الزين ابتسام جتنا وعاطتنا وعد نجيها انا بجيها باذن الله في عنك ما اسمه؟ مرحبا والله لا هنا موجودة هنا هنا بس شربها ابى اخذها هي والجوهرة بس بنات اجي ماني ما هي اطفال بس اطفال بنات إيه بس ايه البنوتات الصغيره وديهم شو اسمه ل يوم ايش اسمه ذاك اللي جنب السكن ود لا ودهم انترلاند امبراطوره بانوراما بانوراما بنطلوره بنطلوره والله بنطلوره والله جاي دائما وديهم هناك بانوراما العالم يا احلى مراهي هنا جوله خاصه لهم مروا خيال والله العظيم خيال 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 مين بيجيبها من الخارج تجيب سواك طال عمرك لين ينزلها عند البيت بدت عندنا تدري ان قريب من ابو حسن لفت مغر مع الشارع الان ما طلع سيد الخليل اي ابو حسن محمد اكيد مع الشارع من دلف قريب مع الشارع يا رجل يا رجل مع الشارع يا رجل ترمون 79 يوم اللي طلع من عند خشمك ومن عند ذنك ومن عند شو حتى قال شوف عند خشمك من عند ذنك يعني شوف من عند خشمك من عند ذنك لا إله إلا الله فهد لا تحاول كل شيء انت عارفه اليوم عادل ما لها لا حس ولا طاري هو اي واحد يستلم العمادة ترى وش فيهم اول يوم والله يا ايش اسمه انت اول يوم هاوشتنا ثم بعدين شوي حنيت علينا ثم بعدين عطيتنا مره كذا مره كذا اللي سردنا احمد الفراج
يا ولد كنه في اسمه كنه في اسمه هذا اللي يسمونه اللي يطلع في الدوام ايش يسمونه انتداب نزل 5 كيلو جانا عادل ضحك معنا في ايش اسمه شفت عادل ليش يقول يوم قدم هداياك عرفت يقول انا هنا اقدم هدايات منه ولا التفت منه هذا عندك مبادره يقول طحت لي في حمطاره في دايره يقول ما ادري ايش اسوي كثره البارح كثره الهدايا هي عشان محدده يوم الاحد ايه كثره الهدايا ترى زين خلها يوم واحد يوم واحد يعني ايه زين بس يبغى لها وقت غير بس نصفق الناس اللي جتهم هدايا ونصفق بس ما انا مثلكم ما غير اصفق ترى صفق خل عني والله ان لك يمكن اسبوع تجيك 60 هديه تصدر كل سبع راح انا جتني هديه واحده طرت في العجه يا ولد امشي من قصر السيفين والعطر بغير ارش منه شيء بسيط عشان ما ينقص يدري انه واضح اذا احد اهداني عطر ارش رشتين اذا انا شريت لي عطر بخ لاني عارف قيمته حلله ابو ذاك لا رش رشتين بس ويا زين العطر اذا كان مو بلي هذا ارش 60 ومليون مره بس يا اخي بعض المرات حلله هو حالات الرش انك ترش على رش 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 بعد جايك عطر فخم بعدين ما عاد هو موجود علبته ما ادري وين راح موجود يا اخي انا دورته ما انتم مدري ذا الحين عطرين اللي جوني هنا انا الحين القى معك عطر مثلا زياره كان وارش منه يعجبني صراحه مثلا اشتريته يا اخي تحس انه ما هاب ما عاد عجبك اي والله العظيم مره بغيت مع اني اكثر مره عشان اكثر مره بغيت اتهاوش صادق مره بغيت اتهاوش لي مع واحد صاحب محل عطورات دخلت عليه قلت ابي العطر هذا وشم في المحل يزيل ريحته ورحت عزيمه ورجعت يوم رجعت البيت وفك الكرتون ورش نفس العلبه نفس وين رشيت وانه ما هو عطري اللي انا اعرفه في المحل وارجع له قلت هذا مو بعطري قال لي انت فيك بلا ولا مجنون ولا لا نفس العطر يوم مرني وانه علبته هو نفسه يا اخي سبحان الله العطورات لا تشمها في وسط المحل اطلع برا شم ما في محل ملابس اي لان وسط المحل بيغشك العطر إيه. خليك في محل لو محمصه بيغشك على قولة ركان وفي اكثر من عطر بيتشتت ذهنك معه لا انا عندي ثلاث عطور استخدمها والامانه من اجمل الهدايا عندي انا العطور هدايا عطور احبها إيه؟ بس في عندي ثلاث عطور هي اللي انا مستمر عليها من زمان واحبها ولا غيرتها الى الان طبعا من بقايل لكم وش إيه لا تذكر اسمها ترى افضل لان تغيير حتى العطور ما هو بزين إيه؟ كل يوم عطر كل يوم عطر بعضها يجيب حسية يوم تخرجت من الجامعه اخويا جابوا لي من هذا عطر هذا واحد من اخويا جاب لي بوكس التغليفه لو اقول لكم فوق الفايف الفي في اي بي اظهر يا مخمل يا شموه شوي فهمت يوم فتحتها شفتوا هذه اللي كذا السعف ده جايبه من العقليه لانه هو يقول انت يا بعد تحب الامور هذه قلت الحين اعرف لك ذا اي قلت الحين هذا المهفه قيمتها 3 ريال التغليف اغلى قال التغليف والله انه فوق 70 ريال التغليف اغلى من الهديه قلت لو انك شاري بقيمه التغليف انها طيب انت لا تعاين في الهديه عاين في محتواها ومضمونها من برا والله انه من اجمل الهدايا اللي جاتنا هنا ولو بقصور في الباقين اللي فريق دعمك بيض الله وجههم البارح يستاهل يعني طريقتها حلوه 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 مره لاني انا ترى امس شفتك لبستها جنبي قلت ناظر فيه قلت هذا الناس اللي تعرف تلبس لفه زي كذا قول كذا طق انا تراني اعرف ترى احط في الجاكيت بس اني هنا اني معكم خلاص اي شيء اسويه يضبط علي لا هذا لا رتبها قدامه ورده زرق هذا كان في الترتيب ولا انك امس اقمشتي يوم شفتها الكحلي والرصاصي والاسود وابيض وانظر في درجي قلت ايه ترى فهد دويق درجة أولى أنا دويق بس إني يوم جيت هنا خلاص أي شيء يلبسه ما حد يشوف حديان مع إيش اسمه مع بدلة عادي ما عيش واقعية ما لومك يعني والله ما لومك عايش مع أبو لافي عايش مع عبد المجيد عايش مع عمر الله يذكره بالخير طبيعي إنك بتلبس أي شيء عمر استلم ملابسي أسبوع ما أنا استلم إيش اسمه تيشيرت ملابس أصلا بقول لك شيء تدري إن حنا 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 أغبياء ليه معليش يعني مع احترامنا لنا مع احترام لكم مفروض انه ما شرينا لان قبل ان ندخل برنامج كلنا ندفع 3-4 على الملابس صح؟ صحيح مفروض انه ما شرينا شرينا تيشيرتين وجينا هنا تشاركنا تشاركنا مع بعض وخلاص اي والله واحد. انا وصلت المرحلة ثاني اسبوع اني البس من ملابسهم وانا ملابسي جديدة صح 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 حيه وحي ما جاب
أمس فكيت درجي لقيت فيه أرحب ترحيب الحياة بتلقى ملبسها بالعاد نطعم للسوالف والسمر أرحبوا يا من تجعل ليه حلا ضايقين والعاد نطعم للسوالف والسمر ايه معاد نطعم للسوالف والسمر كل القمر ينشد وحنا جالسين الله كل القمر ينشد وحنا جالسين السفرة بالله يا سمار ما شفته عمر تعال هنا آه تبونك على الطاولة ترى من زمان عادي حنا كلاسيكيين بس أنا شفت ناصر غاندي ايش يقول يوم ناكل شوكة ملعقة ايش يقول كذا فهد اتكيت طشيت الملعقة الناس كانت تفتت علي ابكى عادي يا اخوي بتدري ايش الاقوى اضرب بخمسك ولا تضرب بملعقتك نعم طيب الحين شو السوات بغسل نبي مويه فهد فهد فهوداي مشينا قصة سلطان الامير فهوداي يلا فهوداي يلا فهوداي يبا مويه فهوداي نبي ما عيال عندكم ما اجيبه معكم لا والله طاش جسمه التوت الحار البارد قصدي انا اشهد بيض الله وجهك وجهك جاب هذا الهناء مشينا مشينا جلسة سلطان الامير بالله يا سمار ما شفت عمر انت معروف جحدت المكه والله عظيم لا تحلف استغفر الله استغفر الله طيب يعني صادق اعطيتهم رواتبهم لا احلف قلت لهم قلت ترى انا عماتي بعطيكم رواتب اعطيتهم لا كلامي صدق ولا لا لا كيف تقول لي تحلف ما ادري وش لا تقول انت شيء ما قلته ولي زهراني ترى اقول ايش رايك في عماده تعادل اقول لا ما كمل 12 ساعه ليش تقيمها تحس ان بتبوء بالنجاح ولا بالفشل لا لا ما عليك عادل ما شاء الله عليه ناجح بدون عموديه الحين بنكون معه شغل طيب ايش رايك يا حمد الفراج وشو طيب ايش رايك في ابرو اسمع ايش رايك في فهد المطيري اسمع انت ايش رايك في فهد المطيري فهد المطيري اسمع كذا يعتبر اغتبناه ولا نعلمه لا بعدين لا عادي طيب يا فراج 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 يا رجال الحين قد يحلمون على بعد 78 يوم مدة 79 يوم حلم على بعض والله فهد المطيري اقول لك كيف فهد المطيري فهد المطيري تحس لازم يقول سالفتين بعدين يقفز بعدين يرجع يجلس اذا قاعد تنصحه اذا قاعد تنصحه يفصل صح لازم انصحني يلا انا فهد المطيري صحني اسمعي. يا وليد انا من اول قلت لك يا اسمع اوكي يلا تكلم اسمع. تكلم لا اله الا الله يا وليد انا من اول قلت لك يعطيك كذا لا 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 اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحانكم ويروح ويجي يسوي حركه الحركات ذي اللي كذا اجابك يا عصيمي اجابك تمام طيب ايش رايك بالعصيمي عصيمي تكفى انا ابغى عندي سؤال بنيتي ونيتكم ونيتها متابعين نيت كل مسلم ان شاء الله الله يقبلها عندي لك سؤال ويدور في خاطري من زمان والله يقبل والله انا عندي سؤال خلي بعد البث تكفى بعد البث ان شاء الله تكفى يا عبد الرحمن لا تحطها في خاطري بعد البث بعد البث تكفى شوف تسالني سؤال بسالك سؤال اسالني سؤال اسالك سؤال عاد انا اعرف سؤالك متعلق بالاسنان بس اسالك سؤال تكفى هذا كل شيء سروال هذا سروال ثوب ولا سروال كشخه اسالك بالله يخدر ليش حسين يستخدمه في كل شيء ترى مقهور انت ترجي يا خشب حتى في كشختي مقهور يا ولد يا خلال الله لا يعاقبنا يا ليش عشان ما لبس عشان ما كبكات يعني احنا قاعدين نتكلم احنا قاعدين نتكلم اخوي الواحد شو قاعد تتكلم عن ايش قاعدين نتكلم عن العيال واحد واحد فهمت اي نتكلم عليهم واحد واحد قلت اول ما قلت ايش رايك في الفراج قال ايش فيه عندك طيب ايش رايك في فهد اخو من طاع الله صدق طيب انا ايش رايك طبعا العصيمي ايه بكره المغرب صلاة المغرب لا لا لا, لا. امسح امسح من هنا الله يعطيك العافية وليد زهران امسح ليه كذا بكرة العصر لا لا شيء كتبناه يا وليد ما لا حبيبي, حبيبي هذه لا كنسني منها حطني هنا والله حلوة لك لا تكفى والله حلوة لا تكفى انا مرة اسمع حطني محل حطني محل انا اذا طاع الله انت يا اخو ضحى حطني العصر انا اخو غيدة وانا اخو غيدة انا اخو إلاف حتى انا والله ونعم ما عليك حطني محل وش هو هنا وهنا يا اخي الواحد يدور الاجر يا اخي عبد الفراج حطني عصر ومغرب حطني امام انا امام طيب امام يا اخي انا مو مشكله امام بكره يا اخي انا يا عيال ابي اعترف الفراج ما تبيك انت تعال تعال تجعلني فدوى اجلس بجلس بس ما في كله ما يهمه حط اذان مكان اجلس مكان اقامه وصله بالله انت اجلس مكان اذان اقامه وصله والله ادور الاجر انا يا اخي طيب اسمع زي ما تدورون الدرجات في البرنامج انا ادور الاجر عند الله سبحانه وتعالى ودي تكون رقبتي ان شاء الله من اطول العناق يوم القيامه المغارب بكره عندك زين اي بيض الله وجهك ولد انا اذا جيت اذن احس اني في الديره والله طيب حلوه طيب جميل والله ما تتغير وليد الله اكبر
ما احس ما والله تم ما هو بيت اجر اجر بالعكس اجر جمع اجر ونقاط حلوه اخلط والله طيب وش في هذا الدين وش حسود انت حسود اقول جمع اجر يا خلاص حذف نقاط واجر يدي صغيره بس ضرباتها يسمعها من اخوه كلهم ما شاء الله تبارك ابو فراج بكره صلي فيهم العصر اي شيء حط اي شيء وقل لي كيف هذا اللي بالاجر والصدقه وكل شيء شافه العصر يا ولد ترى هذا ويش الفراغ هذه مرسى انت سالتني سؤال قبل شوي شو هذه مرسى تكفى لا تفوتك مين مسويها نبيل شهاب ما شاء الله القسم ضق بس دك. والله السؤال يقول دخيله السؤال دخيلة. خلاص ايه دخيلك يعني وشو يعني تكفى بغيت اضرب كتفك اقول تكفى ما شاء الله والله اني بغيت ابقس اربطه إيه؟ اقول لك طويل العمر انا صدق صدق يعني قعدت امس مع نفسي جيت بنام ما تقول هل في بعض الشباب ومنهم وليد زهراني شخصيته اللي في البرنامج نفس اللي برا ولا لا يعني انا ابي افهم ذا الشيء كيف يعني من اول اشرح ما فهمت اي بس يعني الحين في ناس يقول لك اذا خلصت برنامج برجع لشخصيتي اللي كانت قبل يعني ما يتصنع اوكي يعني قصدك لا مو يتصنع الحركه ذي وذا هل انت معك من برا انت خاصه يا وليد معك برا ولا يوم دخلت البرنامج حركتك زادت وبتخلص من البرنامج بترجع وليد اللي قبل لا شوف انا ما اقول لك هي نفسها اللي برا ممكن الواحد يجتهد اكثر في البرنامج حلو لا اقل ولا اكثر يا ولد انا كنت برا كنت تدري متى اشوف الماما اشوف الماما الساعه 12 في الليل الباقي ريالتي برا ريالتي برا ما شاء الله قول لي كيف او اذا مره ممكن اشوفها الساعه 3 في الليل حلو وممكن اليوم اللي بعده ثاني قول لي ليش انا ببدا لك من اول ما اداوم انا اداوم ذا الحين حلو احيانا قد كان عندنا المرسل عليك ترى السمن عندنا بطل. مدير فاهم دوام فاهم الاداره غلط شوف هو دافور احيانا ايش بك احيانا الاخوه في الله يا اخوه الاخوه في الله بس اللي خليه ما يخلون الناس يسولفون بنردهم لا سولفوا بس عاد المرسى اغراض مرحبا نرف يلا حيه شوف احيانا في الكشتات مو بلازم انك ملعقه وذا لازم تعود على الحياه وحد الدعاء من اللي علم الكشتات لان الناس ما قدي من الظهور خلاص عرفنا انك عندك عزبه عرفنا احيانا تدري اني اشك انك انت عزبه بنفسك يعني وضح اجابتك وضح اجابتك تفضل دقيقه يا اخوي الملعق اني ما يعني ايش يعني انا اعرف اتصرف مع الحياه الصحراويه بالضبط بيض الله وجهك الحمد لله الحمد لله بغى يجي فيها طال عمرك قد ما اركب لكن ربي يسلم المهم ما استر عليك يا عصير ايش العلم شو اطلع دام اي طراها المدير الله يسعده عندنا مدير دافور شو اسمه بس كاداره ما له فيها يعني اقول لك حاجه انت ما انت واحد عندي يعني انت موظف عندي حلوه وانا المدير حقك بتعمل كده ليه اذا انت غلط يا مدحني مصري تعمل كده ليه مدحني ما شاء الله انت ود كويس ما شاء الله ده انا بحبك قوي ما شاء الله خلاص اخر مره والله يومين اجازه والله كان فاهم الاداره غلط ما عنده خبره في الاداره وهو يقوله بنفسه يقول انا من الناس اللي اجبروني على اني اكون مدير حلو فكان كنا نجتهد في الدوام ونضغط في الدوام بعد ما جاء هو صرنا نضغط اكثر شفت لما تمر من هنا وتطالع فيه وانت مش تنضبط ورياليتي وتطالع ابو عيسى وتخاف تضغط اخر تجي هو نفس النظام تروح تجتهد هناك فوق شغلك جهد تطالع فيه يعني تحاول تقدم اكثر والله العظيم اني ما انسى يوم من الايام واحد من الشباب تعب فظيع تيجي سمعت فظيع واصل ودوم لين اليوم اللي بعده خوف من ذا المدير خوف انه ما يبغى الزلة عليه عشان لا يجي هندار ولا لا يجي خصم ولا لا يجي ليش ناسينا اهنيكم لان تدري ليش لان معك مخرج مبدع ليش يا ركان رز مع مرسى خلونا نكمل السالفه تكفون هنا الواحد ما يكمل السالفه لان يقول تكفون ثلاث مرات لا هنا وش الافضليه للصام يا حبيبي وش اللي تكفون ما فيها تكفون دي المهم تخيل تعبان يوسف بس في احيانا مميزات حلوه مواصل الين اليوم اللي بعده وداوم معنا وتعب خلص شغله وخلص كل شيء طبعا احنا مرتبطين بحالات اول ما تخلص حالاتك عادي لو تقعد تجلس تسوي اللي تسوي عادي ما انت ملزوم بحاجه لانك مرتبط بمرضى معينين خلص من المرضى اللي عندهم تعب شديد جدا فين راح؟ راح السياره قال برتاح هذا من؟ واحد من اخوياي حلو راح السياره قال برتاح المدير حقنا مسكت معه
الا وينه الرجل. طيب خلص شغله يا ابن الحلال. قال لا وينه. ايوه لا صح. ناشب نشبه وينه. ويروح يفرفر ويروح يدور في السيارات. تخيل شوف الفضاوه. يروح يدور في السيارات الين حصل خويه مستح السياره. دق عليه القزاز كذا طق طق طق. تخيل طق 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 لذي الدرجه مره. قام خويه طالع فيه كذا زبن. تمام لا لا خله خله زبن كذا. دق عليه المدير ذا قال له انت فين؟ قال زبدله. قال انا في السياره اريح شوي تعبان وبريح. هو يوم زبدله خلاص المدير الحين هنا حط يحسب انه بيقول انا فوق في الدور الرابع. يقول اه اوكي اوكي خلاص يعني اوكي هذه جت كذا. قال لا 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 اصلي خلاص انا كنت عايز في حاله جت وعايز تمسكها. اضطرها انه ايش؟ ان ذا ناشب نشبه بنت يعني الذين بنت الذين ايوه مره ناشب. فاضطرها برضو ايش؟ ان الجهد اذا كان بخرج السؤال مدرش. لا لا هو سألني سؤال. هو سألني سؤال وخشيت انا في المدير ايوه الشغل. فاحيانا تروح من الساعه 1 اداوم. انا احيانا الظهر من الساعه 1 الظهر لين الساعه 9 العشاء. افهم من كلامك وليد انه والله عيب تمشي. لا لا والله والله لا والله والله ادور لك والله ما لقيت خاتمه يا ولد. من واحد لا لا ما هي بخاتمه والله. اصلا اللهجه اللي تكلمت فيها انت اول مره اسمعها في حياتي. ليه؟ والكلو اوكي. وين الدوله اللي تتكلم باللهجه ذي؟ اسمع خليني اكمل. اطلع الساعه 9 من الدوام. الساعه 9 الان اقول بسم الله. فين اروح؟ اصور مقاطع تيك توك ولا اروح للبيت ولا اصور فين ولا اروح اتكي مع العيال ولا اروح عند اهلي؟ بعدين بيتي بعيد عن المستشفى شوي. يعني لو اروح عند اهلي واطلع قد خلص وقفلت الاماكن. فكنت اعاني من الشيء ذا. كنت لازم ايش؟ احاول ما اوفر، اطلع من هنا اروح على طول اتعشى واتقهوى، بعد ما اتعشى اتقهوى اروح من هنا اتمشى شوي، بعدها اروح اتكلم مع العيال في الاستراحه. نهايه التكوى في الاستراحه بلوت نلعب العاب مختلفه كذا. بعد ما نخلص العاب مختلفه نصور كذا مقطع مقطعين مع العيال، مقلب تحدي شيء حلو واضرب الباب. هذا كله في اليوم اللي داومت فيه؟ اقسم بالله في يوم واحد اسويها كلها لازم. ما شاء الله. يعني عشان كذا يا اخي فكني شر ذا. وعلى البيت بعدها ونومه. تصحى على ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تداوم للمصري يا ولد. وصلت لمرحلة روتيني كرهته كره فظيع. نفس الشيء هذا نفس الشيء. المكان اللي كنت بتداوم فيه وبترجع يعني تداوم. ايه ملل يا وليد. ملل ملل ملل. وش ذوق؟ اقسم بالله ملل. اقسم بالله اتكلم جد. طيب رجع نرجع للسؤال برضه. السؤال اللي سألته إياه، هل عبد الرحمن العصيمي جوه ذا اللي هنا نفس اللي برا يعني كذا حركي ولا هنا زاد الحركة دمل؟ لا شوف يخلص بيرجع لها. لا شوف أكون معك صريح أنا. سؤالي حلو أول شيء. ولا بد أنك تجد نفسك هناك. جميل جدا. شوف صراحة من ناحية المنتجع وفروا لنا جميع الأجواء عرفت؟ أيوة. يعني أنت يعني شوف لو أنه مثل ما في الحوش الكبير ذا والثير، لو انها كانت محصوله على غرفي صح يمكن نقول لك ما كملت يومين ثلاثة ايام ولا انا اقدر. لكن صراحه ما خلو شيء. ان كان تبغى تصلح من ناحيه الثيل من ناحيه الجبل من يعني تقدر تصنع جوك انت بنفسك. الله بس يعني ناقص ادوات بس عرفت. الحمد لله جيت طال عمرك اخذنا الخشب سويت العريش. العريش كان يعني احد الخطوات اللي تسوي سويتها. فكرت لها كنك سويتها. العزب والحاجه هذه ما قصر الله يبيض. النجاشي وسام الشمري وبقيت يا اخي انت سالت سؤال هو راح يقدم رسائل شكر وتقدير. اقول لك يعني هو قال لقيت جوك انا قلت نعم فعلا لقيت جوي. اللهم لا سؤاله ما كان لقيت جوك. سؤاله كان ايش؟ كان هل انت عبد الرحمن اللي في كاريزما نفس عبد الرحمن اللي برا كاريزما؟ هذا نعم. هو اللي يبي يوصل له. انا ابي اوصل للعيال. اوكي نعم نعم. متى بدا يوضح انك عبد الرحمن نفسك اللي برا؟ بعد ما غلقت بعد ما صلحت السكسوكه. وضع الناس كلهم يقولون ذا السؤال. والله بعد ما صلحت السكسوكه يا عبد الرحمن. شوف في ناس كثير اقول لك حاجه. عادل بعد ما احس انه يعني ما عاد يفكر في المراكز كذا هو ما عاد يبغى وسالت السؤال هذا في عدليات بدا يتحرر. او بعد ما وصل لشيء هو يبغاه بدا يتحرر. عبد الرحمن العصيمي بعد السكسوكه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها لا نايف الاكل بي فجاه كذا خلاص زعي انا اقول لك اسمع لبى قلبك العشاء اذانا بكره عندك لقيته تم عرفت يعني يوم جاء العريش ذا. لكن يمكنني زي ما تقول كنت تقول بعد السكسوكه يمكنني انا يكون في ترتيب من ناحيه حرص ولا هو انا هو هنا عرفت انا في الليل انا لا
لكن يمكن كان حرص كان حرصه شوي يعني. بعد السكسوكه طول اليوم اللي بعده في الليل بعد السكسوكه طال عمرك يمكن انها طيب من كان له الفضل بعد الله على السكسوكه دق عرق دق طال عمرك عرق الحرصه الزايده يمكن انها انقطع فالله يستر من القاتل. طيب لو قالوا والله شاورت في السكسوك انا قبل هذا شاورت العيال قبل لا شرت عليك انا لا صح وانت برضه شرت وش قلت لك؟ قلت لك تدري ان انا ودي والله يا عبد الرحمن ادخلك سكسوكه ولا يطلع وجهك احسن كانك ابو عزوز انا بغيت بغيت اربي بغيت اغير لوك والله ابغى اغير لوك بس اني حسيت اني خلاص راحت علي لا كيف انا باذن الله اني راح يعني اعتقل بس عاد في فراغات شوي يعني ان شاء الله تظهر تتعدل راح باذن الله اني اعتقل زينة الرجل في لحيته تعتقها تكبرها نعم بيض الله وجهك اي والله زينة الرجل في لحيته يا اخي جاك تهديد جاك شيء جاك تهديد والله انا ابوي مصيني صراحه على لا والله زعل يوم سويت كذا نعم والله ابوك ما شاء الله في شف في مطاعه ابوي مصيني سميه مطاعه من يوم صغير من يوم صغير او ملتحين مطاعه ولا ملتحين سميهم في ملتحي في مطوع وش الفرق بين الملتحين والمطوع المطوع اللي من اطاع الله ورسوله سواء بدقن او بدون دقن يعني انت بتكون ملتحي اكون ملتحي مطوع ان شاء الله شباب سؤال مهم كتبت هنا الفجر كمان نكتب الفجر ولا مو من ضمنها لا طلع لك لا انت بتاخذ 400 انتوا تصلون انتم فجر لها مؤذن خاص كل واحد ياذن اي واحد يكون موجود ياذن عادي طيب خلاص شوف الفجر العيال يكونون في العريش يكون في الجو يعطيها في الغرفه فبسم الله يعني نصلي الجمعه علينا صلاه الجمعه علينا انت انا حطني في الفجر كلها ابشر بي الفجر كلها اذان وصلاه كل طيب بيض الله وجهك وجه يا ولد ولدي ابراهيم محمد نبه ده معصوم ما هو بمرسى هذا معصوم بس السمن ترى السمن ما شاء الله قسم بالله من الذ يعني ما جربت في حياتي من انواع المعصوم اشكر ابو فكري جدا جدا عندي واحد عندي واحد من اخوياي عيال ايام الدوام الله يستر عليه قال طبعا كان باقي له مريض لازم يباشره انت بتصلي المغرب ولا امام امام يا اخي ما هو باذان امام فهمت كان من الناس اللي لازم يباشر حاله مريض وكان عنده وقت كان قدامه 3 ساعات المستشفى ايوه في المريض تقريبا يبغى له 45 دقيقه بس يعني جلسته تقريبا 45 دقيقه يعني قدامه 3 ساعات يقدر يختار راح له ويوم وقف عنده طبعا الرجال كان تعبان في بطنه فقال له قال عن اذنك قال فين بتروح المريض المنوم قال فين بتروح سال الاخصائي طبعا عندنا مراجعين منومين من الحد الجنوبي اليمنة اللي شو يسمونهم اي عرفتهم المقاومه قاوم تمام عندنا ناس كثير منهم تمسك خوه معهم وزي كذا تبشر بالجنه تسلم كان وليد بس احنا نقوم الله يتزخيه كان ايش تشبك قوه معهم احيانا حتى احيانا اذا خلصنا منهم اذا خلصنا عندك العشاء الاربعاء نطلع نسولف معهم ينزلون عندنا نتكي معهم فراح عند واحد من المرضى وقال لها قال كان يبغى الحمام الله يهديك سامعين واستحى كلمت استحى منه قال عن اذنك الاذان عندك العصر يا بابا بجيك بعد شيء وهو دائما احيانا يطول في هذا ما عرف يقول اني بقعد المده هذه طويله كلها في الحمام قال طيب قال عن اذنك قال فين بتروح؟ قال بروح مشوار واجي قال لا فين بتروح؟ نشب قال بروح واجي طبعا احنا اخصائيين علاج طبيعي طيب قال لا وين بتروح؟ قال بروح مشوار واجيك قال لا قول لي وين تروح؟ من باب ايش؟ من باب مونه وخويه استحي يقول المغرب اليوم قال عندي عمليه بروح اخلصها واجي خلاص حق اليوم ما بنكتب الجدول طرت على باله ان عمليه بروح اصلحها واجي اللي هي ايش؟ جراحه ما جراحه قال طيب راح خويي الى الاربعاء الان دوره المياه خلص طول لان تعبان هو هذا دوامك ايه خلص بعد ما خلص نسى المريض ومشى نزل على وقعد ذاك المريض ينتظر كلم علاقات المرضى قال فلان ايه قال الدكتور احمد قال الدكتور طبعا كلم علاقات المرضى قال الدكتور حقي ما قد جاء تصلي اي فرض انت خميس قال وين راح قال راح يسوي عمليه وبيرجع مغرب اجتمع معي حط الاذان لا تقول شكل الحمام يضحك والله لا تقول لي وليد ابشر ايش قال انا بروح اسوي عمليه جراحيه
مكان طيب. نايم. مكان. أنا توهقت في النهاية. أنت تستطيع. قل قل اسمه، قل طره السوالف. وش تعرف من أنواع الحمام اللي تريد؟ الحمام؟ أحمد. تعرف أبو القاسم؟ 1 2 3 4 بس. بلجيكي. أنا والله يوم جو العيال والله نخبط في السالفة. تعرف بلجيكي؟ الحين انتباهات كيف طيب؟ كيف؟ شيرازي مسرول. اللي وش هو الحمام؟ الزاج اللي كان يوصل رسالة. إي معروف إيش فيه؟ شوف مش. وليد ولا أرحب. عدل الأنواع. المشكلة 1 2 3 4 بس عسير. يا اخي انا اثر بنفسي يا فهد ولا فراس انا دالحين انا دالحين صارت معي سالفه اول مره اقول سالفه ما عاد اعرف احصلها ختمه والسبب هذا الرجل اقول انا اذا انا ايوه انا ما تدخلت ولا عديتني والله انك عديتني انا بمشي عديتك فايش والله بمشي والله ما تمشي عصامي عدد انواع الحمام ضرب الخميس عنده تبر يا احمد تبر من العصير وانت برا من العصير انا مع الشاهي ما ابغاه العصر عندك الخميس يا اخي تكفى وليد تكفى انت عادي ترى عصير كلكم تبون وش وش العصير خلاص احمد خلي هات مربع بس بنشرب قدامكم انا بنشرب قدامكم يا اخوي ايش العصير ورني اشوف انا بقول لك والله ما يجيلون وانا قاعد اشتغل ورني اشوف اشوف بس خلي انا اتنازل خلاص اتنازل انا ما اثر ها لا ما ابغى والله انا اتنازل بنلعب لعبه حلوه كوسه طماطم وين يا اخوي ترى ما الحين في مذاق الله يعطيك العافيه شكرا انك قمت عشان يلا شباب شوي اجيكم عندي ترتيب عمودي الله يعافيك انت زي سلطان الامير هو يتعب في المبادرات وانت تتعب في شيء هنا تفرشه ولا شيء هذا العصير حق هذا والله مبادره يعني صراحه ما شاء الله تبارك الله يكتب اجرك انا كنت حاسس يا صراحه ابو سعد يا ربك متى هذا العصيرات الزينه نقطه بالسالب يلا يلا يا عيال المعصوب لا يفوتكم يا عيال سلام ما بعيد معصوب هذه ملعقه انا غاسل نيادي من العمده هذه ملعقه مين توقع بالله غير وليد بيسويها وصله قلت انا فراج قلت انا غاسل نيادي من العمده طبختها زين يا اخي عبد الرحمن وليدك كان منها ايه عز الله انت وياه يا بكم ايش اسمك انت منها مقصر بشيء ترى ما طبخها ما انطبخت زين دي كيف ما طبختها ايش فيك معصوب معصوبه كذا بس باقي ما يا رجال والله انا شم ريحه العجينه فيها يا رجل ايش عرفك معصوبا؟ لها اكثر من 40 دقيقة معصوب اكله يمنيه مسويها معموله بايادي يمنيه تسوي تفلمس على راسي انت طيب اسمع ترى انت بطيري تخصصك خواضه يجي يمني يسوي خواضه ما تزبط معه ليش تشترين؟ خلاص اليمني هناك طيب ترى بعد المغرب بتروحون مع السواق راعينكم بطونكم ليش؟ ولا خلونا نسوي لكم شاي بدون سكر يا ود ريحه العجينه اشم يا ود السؤال لك الان هل انت اشتغلت وانت صغير في عطاره؟ هذا بيض اللي فوق وش في عطاره؟ انت اشتغلت في عطاره وانت صغير؟ بيض على صراحه العطاره صدق صدق ما اشتغل بس اروح اخذ من اغراض كنت عطاره؟ على الطارق مبادره حلوه هاي كينج هذا ذكرني بشيء كنت اكله اذا صرت اتمرن واروح الجيم شوفان مع فول سوداني مع عسل ميران تطير عرفت نفس كذا يطلع شكله والله اني احن عليك يا احمد قول لي ليش مش يا محمد لان انا وياك من الناس اللي يعني رياضيين من قبل وفي فقره الكوتش ننهزم انهزم ما يخاف بس اتمرن انت تهتم انا انت فهاد تشدون حيلكم مع كوتش ما خاف لا الفراج بصبر. الفراج يا اخي شوف لكل مجتهد نصيب انا فهاد ايش تخار تهتم لا فهاد فاز فهاد اقسم بالله ان اكثر انسان محظوظ في هذا البرنامج تسحت السواق ما شاء الله عليه خلوها مرنه مذاق ما يمغط القوه المطلقه ما تمغط يا رجال خلكم مرنه الله لا يضرك ترى طارق كوتش ترى طيب طيب بس ابتسام لو تبتسم اعطاك 1000 والله العظيم الكوتش انه رياضي باخلاق رياضيه والله الكوتش انه رياضي باخلاق رياضيه بس بس سلطان الامير قال لي حاجه امس سلطان الامير قال لي حاجه امس والله انا صدق فيها قال ما عندك مشكله يا وليد انه رجع مره ثانيه وانهزمنا انا وياه بس في مشكله اكبر قلت وش هي؟ قال ليش ما يخلينا دام احنا مهزومين يعطينا فرصه ان احنا ندخل في القرعه زي ما دخل فهد والزعيزي والعيال مهزومين ممكن نلعب مع محمد السالم ونفوز عليه مين؟ منطقي كلام سلطان لا سلطان من الفايزين سلطان من كامل الفايزين ولا سحب معكم قرعه وقت القرعه ورجع بعدين وطلع من المهزومين يقول من حقه خلاص اوكي غلطت انا في النظام مع انه اول مره يرجع ويعدلها من حقه بس عندي شيء ثاني قلت وش هو قال ليش ما حطنا قرعه معكم يعني ليش احنا ما حالفنا الحظ احنا ما عاد يمدي يا وليد ما عاد يمدي اوكي ما عاد يمدي ايه ما عاد يمدي إيه؟ لازم يحسب حساب كل خطوه حتى لو انه رجع قبل ما يرجع يحسب حساب كل خطوه طيب اذا فايز وش ذنبه ايش لو رجع مثلا وعاد فهد فايز وين يروح انا اقول لك هو فتح على نفسه متاهات بس برضو من حق سلطان ومن حقي انا برضو
اخوي هذا قسم بالله. انت ايش تبى؟ ايش في تقزز احمد؟ فهمت؟ في قول لي سلطان يقول لي بيدك. انت ايش تبى؟ في قول لي سلطان يقول صدق ليش ما يدخلنا قرعه؟ قلت يا رجال هي راحت بخيرها وشرها. لكن والله انه منطقي كلامه. هو منطق بريه اذا انقطعت البريه رحت هو معك وانا هو ليش يرجع؟ اذا انقطعت بس انت الحين مو منقطع راح. طيب ايش بتسوي؟ ما نسوي معصوب. سويت معصوب ما لقيت ملعب، وش بتسوي؟ ما سوي معصوب بالبر. سويت معصوب ما لقيت ملعب. أمس سوينا تمارين جديدة ولا تمارين قبل؟ سويت بيض. ليش بتاكل؟ ما لقيت خبز. أمس في تمارين جديدة ولا نفس اللي قبل؟ ما سوي بيض. نفس اللي قبل ما في جديد سوى. شفت؟ تهرب. لا بس أنت ما أنت مقطوع. ما تصلح الحياة البرية ما تصلح أبداً. أنا قاعد أعطيكم دروس الآن. رجال تمعنا. حلو اللحن، لحن جديد. هذا جديد. غريب الدار ملهيته شطونا لا يا بارق البشار قعنا احلى عين فاتتني يمجونا عسانا نزل حنا وهلنا. أنا بعطيك دور القمر ذي الحين. وهل مغنون عينيا انزلونا ولا يعود ريحان انتثار. يا اخوي دقيقة شفت اللحن؟ انت حطيت دقيقة انت حطيت اللحن كذا وسويت زكية نغصونا. يا اخوي دقيقة الله يرحم والده والديك يا ولد كذا كذا مزرعة وعالم انت تخش بالدتس انت وتطلع ها سب سود الله وجه البيت تغير الدوتو حقك اللي كان معك قبل شوي. لا والله بشكل دقيقه والله كان في دوتو والله اني صادق الله يرحم والده والديك. قطع الاعناق قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. انا توي بسم الله احس ان صوتي حلو. والله يا ان سمعت صوتك البارح في حاجه قلتها. وش هي؟ انا كلي حلو خلاص رحب. تعال تعال في حاجه قلتها البارح اقسم بالله صوتك فيها جميل الحين. ثلاث ايش بغيت الحين؟ لا مو كذا. وش الحاجه اللي بغيت اوصل لها؟ لحن اللي قلته غلط ما هو زي ذا اللي قلته انت كذا خلاص. ابو لافي ابو لافي عبد المجيد عبد المجيد يبونك وليد يعني نفس لحني صح؟ والله يبونك خلاص راح ابو لافي المايك عندك غير بطل راح ما ابغى احطه في خاطره والله. اقول لك والله يناديك حتى اللحن حقك مو زين حتى اللحن حقك ما زال ضبطته والله طلع بنفسه يناديك والله مهندس الصوت لا 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 وقعت الاجهزه لا يا اخوي يلا ابو لافي جهازي مضروب والله. اي ابو لافي رجعي ناديك روح له ابو لافي الا يا بارق البشار قعد خذوني الضيار اللي ذبحني غلا خذوني عند سارة اخي الاهلين فاتتني يمزونا. يا ولد انتم تغنون زين ولا لا؟ يناديك الرجال بجيد وراك انت يا عيال. انا بقطعها معكم جميع. انا للاسف الشديد طحت اللي في ناس ما ما مره ما تحب ما تحبوني عبد المجيد. انا ما باك تعور حنجرتك الان وشوي تغيرت البطاريه تجيب الحنجره. لا لا بطاريه يا ابن الحلال تعال شوف جوالي هذا اسمه بطاريه شغاله. انت عارف تعود على الجوال يا عيال. والله بقول له بطاريه شغاله شوف خلاص خليه يجي. واحد اثنين ثلاثه الله يبارك. انا بقول اول واحد اول بيت انا بدي بيت يلا يا بارق البشار قعنا اخي الاهلين فاتتني يمزونا ولا يعود ريحاني انتثنى على الجدران ميالين اغصونا بيت انا وبيت انت. ايه هلا يا ونتي ونتي معنا هلا يا
ألا يا ونتي ونات معنا غريب الدار ملهيته شطونا ولا يا بارق فالشرق عنا أخي الأهلين فاتتني يمزونا عسانا ننزل حنا وهلنا وهل مظنون عيني ينزلونا ولا يا ونتي ونات معنا غريب الدار ملهيته شطونا طلبني الرجال وطلبته غالية عندي أبو سامي يقول جيت للوادي وهو فيض وسيل جيت أدور باخر الوادي شجره تحتها كم لفني حزن طويل كم عطاني قاسي الوقت ظهره ويلوه تروح رح رح قلبت تم الكنترول الله يصلح تعال اسمع اسمع بنسوي فيديو كليب ها تعال تعال بنسوي فيديو كليب تعال تكفون يا عيال كل يوم بنسوي فيديو كليب والله تراني بس انت سوي محصول عندي اخراجات انا مو باللي سويته والله جابوا بكري الله يكثر خير على الراس مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور طال عمرك. كيف حالكم يا شباب؟ الحمد لله. ارحب يا العمدة القوي. الله يبقيك، وشلونكم معاونين؟ الحمد لله بخير وصحة وسلامة. كيف امورك؟ انت عساك طيب؟ بسلك. سلطان. الله عادل ينبع؟ عادل ينبع. يا اهلا وسهلا. انت اللي مثلت معي في المسرحية يا عمدة. العمدة عادل. العمدة عادل. انت يا عمدة اللي مثلت معي مسرحيتين. صحيح. مسرحية اللي حقت الوظيفة صح؟ لا لا. بشر توظفت ولا؟ ابشرك الامور زانة. إذا ما توظفت علمني وظفك ذا الحين والله أي والله يكفي شرف إني معك في العمودية طال عمرك إحنا ذا الحين أول شيء أقول الله يحييكم في مركز العمدة هذا صفقة. شرف لنا طال عمرك صفقة 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 بحكم أنه أول مركز في مركز عمدة في برنامج كاريزما نبارك لك على هذا اللوكيشن الجميل وإن شاء الله تعالى أن نقوم فيه بالشكل المطلوب متشرف اني معك وان شاء الله يكون اسبوع حافل طال عمرك واي شكاوى اي شيء في ذا المكان ها على كل مكان. كل شيء الحين بنتطرق له تفضل اول شيء خلينا نبدا مع محمد السالم وش هاي. عندك ابو سعد ابد انت عمدة تامر وحنا نطامر طال عمرك تسلم أليل ايه انت تامر امر وانا اكل تمر طال عمرك يا حبيبي وعلى ما قال عندي هالجدول ايه زينته وابي اضبط فيه الاذان الله يبارك لكم ان شاء الله الله يجزاك خير عمرك هلا معكم مقلبه وقالبه حياك الله ابو زهره جهز عمرك بتاذن معنا ان شاء الله ان شاء الله هذا طول عمرك هذا سلم علينا حطه اول واحد اي هذا ما اسمه ابد ابد هذا الاذان والاقامه والائمه والفروض الاذان الاقامه الائمه الفروض اي نعم من 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 اي صلاه؟ من الظهر حقت اليوم من الظهر غدا ان شاء الله اليوم عاد بترتيبنا لكن بكره الجدول بيتعلق بكل الاكشن الى اي يوم هذه؟ هذه الى يوم السبت طال عمرك الى السبت نهايه العمده ان شاء الله طيب هذه ابو سعد شايف كذا عنده ما يشوفها الا انت طال عمرك لا 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 احنا ما عندنا شيء مخفي لا بس انا اقصد انه ما عندنا شيء مخفي يا ابوي ما عندنا شيء عنده شيء مخفي احنا يا ابوي كل شيء واضح تراك واضح تراك واضح تراك واضح تراني شايف يا عمدة تراك واضح الناس يتسلقون
ما عندنا شيء مخفي حنا يا ابوي، حنا كل شيء على وضح النقاء المكشوف. هذه ورقه الاذان والاقامه والفروض والفروض. الان بعد تدشين مركز العمده يقوم المعاون الجميل محمد سعد السالم بالذهاب الى الاخوان في الاعداد، وبالتحديد الى اخي وصديقي وحبيبي عبدالله. اخي عبد الله، ويقوم بطباعتها ثلاث نسخ. أحسن. نسخه وين نحطها فيه؟ في الم... في ال... عند الشباب. ونسخه وين نحطها فيه؟ في الخيمه. ونسخه وين نحطها فيه؟ في المسرح. صح يا ابوي. احسنت. نبيك تكتب ملاحظه هنا بس. المتخلف عن الاذان واضح. المتخلف عن الاذان والاقامه، المتخلف عن الاذان والامامه، لان اللي باذن بيقيم. المتخلف عن الاذان والامامه يتحمل عواقب الخصم. طال عمرك بتوقيعك بس عشان نعتمدها. الله يعافيك يا لا حول ولا قوه. تفضل. ختمت بعد يا عمده؟ لا ما بعد ختمت. طيب بعد ما نطبع ختمها. طيب عشان نقفل من عند محمد السالم، وش اللي عندك بعد؟ ابد. وش ودك انت؟ وش تبينا بس نسوي؟ نبي يا محمد، نبي فرق دعم الشباب كل ابوهم، كل فريق دعم، وهذه مسؤوليتك يا محمد. ايوه. كل فرق دعم الشباب. ايوه. يرتبوا لنا مع بنتين وولد او ولد وبنتين. أيوة. بنتين ولد ولد بنتين، كل نفس الشيء صح؟ صح. بنتين ولد او ولدين وبنت. اعمار كم؟ ست سنوات. ها. خمس. ست. سبع. سبع. ست. بس بس بس. خمس. ست سبع. ها. ست خمس سبع بس. ايه. حلو. ونحط لهم ليلة ترفيهية. ليلة ترفيهية يستاهلون عيالنا وبناتنا. يستاهلون. صفق يا ولد، صفق يا ولد. صفق. ونبيك تجيب المهرجين. ايوه. ونبيك تجيب شرهم بعدي. نبيك يستاهلون. نبيك تجيب المهرجين. تبي توم جيري ولا تبي من؟ نبي توم وجيري موجودين؟ بنجيبهم. نبي توم وجيري. وش بعد؟ والشغال اللي معاهم. لا 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 ممنوع هنا كاريزما ما نجيب. لا 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 ممنوع. اقصد الشغل اللي معاهم. الشغل اللي معاهم يطردوا ورا. بالعصا اي بالعصا. مشاكل. توم وجيري. ايوه. ونجيب لنا عدنان. ايوه. خبر عدنان. يا انت قديم يا عمده. عدنان من عدنان ونينا. ايه نبي عدنان وجده نامق. وجده نامق. ايه. ونبي تيسين من تيوس هايدي. يا اخو. وعبس عشان ينظف المزرعه. عمده. ايش تبون انتم بعد؟ عمده. متى ثيابنا تطلع؟ اللي فصلناها. ايه. نبيها تجي في عمادتك. ابشر على ذا الخشب. خلاص. سجلها يا محمد. طيب دقيقة خلينا نسجل. تبي عدنان بس ما ادري يرضوا لهم ولا لا يجون. وبعطيكم شيء يسركم بعد شوي. مع سراويل فنايل. ابشر. وبنعطيكم شيء يسركم بعد شوي. طيب ابو سعد خلاص اتفقنا؟ خلاص. فرق الدعم مسؤوليتها كل فريق دعم يرتب لنا مع ولدين وبنت او بنتين وولد. ايوه. ونسوي لهم فعاليه. فعاليه ترفيهيه. اهم شيء في مشكله وكانوا من اقارب الشباب. انا اقول خليها بعيد عن اقارب الشباب. يعني شعورك وهدايه الله يا معاوني. يلا يلا خليها بعيد عن اقارب الشباب. بعيد. تمام اتفقنا. ايه. سجلها عندك. ما يمنع حتى لو كانوا من اقارب الشباب. واذا كانوا من اقارب الشباب خذوا بركه وكل شيء بامر اللي دار. الله يعزهم ولا يعز عليهم يا ابوي. الله يعزهم ولا يعز عليهم يا ابوي. احنا بنحاول في عدنان. لان تخبر في مشكله. هو نامق. اي ونامق. والربع. تمام. وش اللي باقي عندك اخويا محمد؟ ابد روح السلطان وعود لي طال عمرك. طيب أنا أقول يا أهلا وسهلا. عندي صندوق الشكاوي بدنشره الآن. ما شاء الله. صندوق هذا وضعناه عشان نستقبل فيه اقتراحات وشكاوي الشباب. وأنت عارف شكاويهم ما شاء الله ما صحيح. توقف. أنا عايش معهم وعارف. إيه. وإن شاء الله راح تحقق إنجازات معهم وتلبي متطلباتهم. صحيح. ولو سمحت الآن تقوم بس نقرقع الصندوق. قبل لا ندشن صندوق الاقتراحات والشكاوي، لأن إحنا بندشن صندوق الاقتراحات والشكاوي وبعدها بناخذ جولة. حلو. احنا ماشيين على 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 المكان. وش اللي عندك من مقترحات؟ برضو عندي. انت يقول لك زحطة لسان ولا صحيح ما ادري زحطة رجله ولا زحطة لسان. زحطة وش؟ زلقة يعني. زلقة لسان او ما ادري رجله او لا زلقتها. المهم على اي كلمة يا عمده كلمني بس انا اترجمها لك. انت صرحت انه راح تكون في مباراة الهلال والاهلي وانت راح تطالب عشان يحققوا هذا الشيء. احسنت احسنت. وانا عند وعدي. اكتبها يا كوتش. اكتبها وانا عند وعدي. وانت عارف الشباب اغلبهم بما ان الهلال نتكلم عن فريق كيان عظيم. الهلال وماني عند الشباب ولا الهلال والاهلي. لا والاهلي ساقاتل حتى اخر رمق. اقل شيء لو نسمع صوت ترى. لا 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 صوت. انا ما عندي صوت ولا صوت عندي صورة. انا عندي صوت وصوره. كفو والله. انا على وضح. انت يا عمده شكلك تحب الكيان. يا نكون اللي نبي ولا عسانا ما نكون. اكيد مو عشان اي شيء. عشان اقصد مو عنصري. مو عشان الهلال
عشان لا 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 عشان عشان نحتفل كلنا إيه؟ وننبسط كلنا. سوقاتل حتى اخر رمق لمتابعه مباراه الهلال والاهلي. الله. وسوقاتل حتى اخر رمق للغالب راي. الله. تحيه تحيه يا جماعه. يا سلام. هذا العمده ولا فلا؟ هذه مغبره خليهم يغسلونها. ابشر ابشر. طبعا المغسله تيجي متى؟ اليوم او بكره المغسله؟ ايضا نبي نشوف اوضاع المغسله. صار في استهتار ما يكفي. صحيح يعني مو معقوله. لا العمده, لا. العمدة لابس ثوب يومين ورا بعض. ايه وانت تشوف الان ثوبك متسخ انكف عليه قهوه. صحيح. اكتبها يا عمده. اكتبها. يلا يلا. وثاني شيء بعد نهايه كل بث يتم مراجعه البث مع المخرج. الله. شيء عظيم ما عمره قد حصل هذا الشيء. اقف اقف احتراما. ما شاء الله يا عمده ما شاء الله يا عمده. والله انك مبدع مجرم مبدع مجرم. الله يسلمك يا محمد. من بعدكم بعدكم. الله يخليك. قولوا لي ليش؟ ليش؟ لاني يا اخوان شوف انا ايش لابس. شب شب. أفا. شب شب. أفا. عندي 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 عندي. انا اسال الله ان المخرج ما يجيبها من تحت. ياخذك بس كلوز ما ادري وش دام دام جاب حامل الكاميرا كذا فاعتبر الموضوع منتهي. فانا الهدف من هذا وشو؟ الحذيين الشوزات الله يعزكم. الواحد جاب حذيانه يرجع بحذيانه يا ابوي. يعني وشو حتى اخذوه حتى ها يرقون البرايم ويمشون يا اخوي. لا 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 لا, لا يجي يصلي بحذيانه يطلع بحذيان واحد ثاني ليش ما ادري. نكتبها يا عمده. نكتبها. إيه؟ نكتبها. الالتزام بالاحذيه جيت بحذيانك عود بحذيانك يا ابوي. طيب زين زين. ايه خلاص. والعقل ركز على العقل بعد. ايه لا حول ولا قوه. العقل انا حتى العقل لابسه. لا ما صارت ما صارت حتى الملابس يشيلوها. لا ما صارت. تفضل نشوف موضوع. نشوف موضوع, 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 موضوع على هذا الشيء. فوضى 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 هذا خلاص. اي مره واحده فوضى 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 هذا فوضى. خلاص يا عمده خلاص فوضى فوضى كذا تراك نفسك زياده ترى. ايه تفضل يا عمده تفضل. ايش ايش باقي بالنسبه للشكاوي والاقتراحات؟ راي طيب تمام. فهذا راح نحل فيه موضوع كثير من الشباب. ايه واهم شيء انه للشكاوي والاقتراحات ولا يكثر. وراح نقراها كل يوم بعد صلاه عصر. كل يوم بعد صلاه عصر يا اخوي محمد يا اخوي سلطان. ايوه راح نجلس هنا الجلسة هذه. هذا مكانك سلطان وهذا كان أخوك محمد والمعاون الثالث اليوم عنده ظروف إن شاء الله بيجي. بيجي شف. بيجي نجلس ونتناقش ونقرأ اللي موجود في الصندوق ونتناقش فيه. وإذا في أي اقتراحات أو آراء الله يحييكم. النقطة الأخيرة اسألوني ليش اخترت المكان هذا اللي يكون مركز العمدة المركز الأول. الله في سؤال مهم جدا. ليش اخترت المكان هذا؟ وش اللي وراي أبوي؟ مكان النوم. مكان النوم. يا سلام. وأنا معي لا نوم بعد اليوم. أوه صفق أبوي. ما في نوم بعد اليوم. ما في نوم. ما في نوم بعد اليوم. ما في نوم. ما في نوم بعد اليوم. ما في نوم. قعود قعود. في عماتي يا أبوي وداعا للحزن. الله. وداعا للكسل. الله. وداعا للفشل. سلام. وداعا لألام العضلات. بعد. وداعا للصلع. فعلا في عماتي. يا عمدة هذه عمودية ولا عيادة وراك أنت؟ كل شيء كل شيء. ما شاء الله. في عماتي ضحك. لا وداع للسوالف الحزينه. سوالف حزن موت. ما نبي سوالف البيض. ما نبي ما نبي سوالف البيض. البيض اذا اكلته شيء يجيك نشاط. اي نشاط. نبي سوالف تنشط. اي عشان كذا نبي نحلق بين الارض والسحاب. الله. وداع للحزن. نبي نضحك. الله. نبي شفت نبي نضحك. ما ابي اشوف احد مكشر في هذا الاسبوع. ابي ضحك ضحك يا عمده عشان الوقت بعطيهم بس الضحكة انواع. لا لا خليك خليك مدشن. طيب طيب. وبعدها ناخذ جوله وبعدها اعطهم يا عمده. الضحكة طيب انواع. طيب. الضحكة حتى الموت ولا الضحكة؟ لا لا حضحك حتى ما قبل الموت. مشينا مشينا يا ابوي. بس صندوق الشكاوى والاقتراحات خلي بس ثاني يا حب. ساعدني يا ابوي ارفع ذا. بس ارفع ذا لان شيء مثقل علي فوقيه. لا لا اربطه هنا ولا لا يا ابوي ترى انا ماني بسم الله. أنا ذكرتني بخدامة لنا كانت عندنا أول. طيبة الذكر ونعم فيها. الله. تعرفها أنت؟ لا أبد. فكانت تحط كذا لقيت تشتغل. نبي ندشن. خليني أولع أول واحدة عشان تشوف الطريقة بس. وش مكتوب؟ للشكاوى والاقتراحات ولا يكثر. مركز العمدة. ولا يكثر. مركز العمدة. تعال هنا يا أبوي. شب هذيك شب هذيك خليني أشب أنا واحدة. خليني أشب واحدة. أعطى تحية ها؟ يا ولد يستاهل يستاهل يستاهل. أفا فاسد فاسد مو كذا ترى. أبشر بالعوض والله. أنت مخصوم عليك. جايب لي بضاعة فاسدة؟ حط صندوق الاقتراحات هناك يا عمدة يا فوق فوق الأبيض. مشينا خلنا ناخذ جولة. هذا هو.
صندوق الاقتراحات للشكاوى والاقتراحات ولا يكثر. مركاز العمدة. خلي الدنيا تجيبها يلا. حلو. مركاز العمدة. هذا تحطون فيه اقتراحاتكم وشكاويكم. ولا تكثرون يا ابوي لا تكثرون. ترى احنا ما عندنا وقت. يلا يا ابوي. عاد مو تكثرون طلبات. ايه لا يكثرون. من ذلك اللي فوق ضلعي؟ على طار الضلع ضلع حزين. ايه. افتقد عادي. ايه. من تواضع لله رفع تواضع. يا عمدة. ما عندي شامبو. سجل. ابي شامبو. ابي اسجل له. اسمع عمدة. ابي شامبو. والله انه ماخذ المنشف حقي عمدة. خليه يرجع. مع الولاعة. تكفى يا عمدة. ابي شامبو. قول هذا حق من اسأله حق من هذا. شو اسمك انت؟ شو اسمك انت؟ ايه. فهد. من وين جاي انت؟ جاي من كاريزما. صليت مع الظهر؟ ايه. العصر؟ ايه. سجل اسمك صح. يسأل شامبو اللي يصلي الظهر والعصر شامبو شامبو وش وش طلبات شامبو, شامبو نينانو لا دموع بعد اليوم لا دموع بعد اليوم تم يا عمدة تم تستاهل ورجع المنشفة بعد ما تخلص يا ولا سلمنا على اخوانك يا ابوي سلطان ورا العمدة ورا العمدة طال عمرك هذول الشباب كاريزما ما شاء الله يا عمدة ما شاء الله ما شاء الله هذا قال له شوف 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 ايش تشرب ايش تشرب ايش تشرب ايش تشرب ايش تشرب ياكل معصوب بالكاس شارب 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 ها معصوب ياك معصوب بكاس خذ 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 قم 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 يا ولد تفتيش تفتيش خذ قم يا ولد قم هذا كان عنده قبل يومين شوف شوف شكله عارفه 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 كان معي في ظلم رايح معي في ظلم انا راح معك اول شيء اول شيء تعال هنا تعال هنا كل مكان كل مكان كل مكان يا عمي تعال هنا طاقمك حريق يا عمي تعال هنا اول شيء الله يمسيكم بالخير نور احنا جينا نتفقد اللوكيشنات نشوف اوضاع الامه الكاريزماويه وش تحتاجون وش ما تحتاجون هذا اول شيء ثاني شيء انت شفت الان هذه الامور هذه كلها ايوه كل بعد صلاه عشاء راح يكون في جوله تنظيفيه جميل. العمده ومعاوني ما في فرق بين العمده والمعاوني انا قدامكم تمام وزملائي كل ما شاء الله رقيب على ذاته وكل منهم يعطي درس في النظافه ولكن لايصال رساله ساميه فان النظافه من الايمان راح يكون كل يوم بعد صلاه العشاء مباشره جوله على جميع اللوكيشنات ومعنا اكياس بلديه ننظف يسمعونك اللي ياكل ياخذ اغراضه والشكر كذلك لاخوي احمد الفراج اللي كانت عمدته مضرب مثل للنظافه ولمن سبقه من العمده ويستاهلون تحيه احنا نعطي الحق حقه يا ابوي 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 عبد المجيد عندك بجيك والله لاصلك والله لاصلك لا باصلك أبرد عليك غير قدامي ريجي خلي بخلص منهم عندهم مطالب عندهم أمور أول شيء يا سم طويل العمر يا أخوي احنا ما تكلمنا مساك الله بالخير ومرحبا والله فيك ومسحلة ونبارك لك تنصيبك البارح عنده على الأمة الكريزماوية وهذا مما يشرفنا أن يكون عمدتنا واحد مثلك وشرواك وانت كفول لها ثانيها طال عمرك بيني وبينك موضوع وما احب احد يسمع اخاليك في اذنك على خشم لا خلصنا الجوله اي مرني ولزومك اعتبرناها منتهي مرني عند الغروب عالم المركات طال عمرك مرني عند الغروب عند الغروب لان انت عارف الحين الغروب مرني عند الغروب اللي بعدها يا عمده اللي بعدها اللي بعدها تفضل يا خالي من العيون يا ابوي ترى بخصم عليك يا ابوي تراك مشغلني من الظهر تفضل يا ابوي احمد احمد فراج مرحبا يا ابو انا اشكر كلكم لا لا تفضل سلام لك لا لا انا 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 اخوكم الصغير وخدامكم الله يطول بعمرك استرح وتتكلمني عادي كل شيء عاجبني الله يطول عمرك الا طقمك الله يطول عمرك الله يرفع قدرك اقسم عليه يا ابو تراك اشغلت انت اخوي ورا كم كم اقسم عليه كم هذا احمد فراج ايه نقاطه واجد اقسم عليه 20000 نقطه 20000 تفضل اخوي احمد انت اسمع ايه لكن انا يعني اهنيك على اختيار المعاونين الله يخليك هذا رجع لها 1000 تكفى رجع 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 19000 رجع اثار اثار رجعي تفضل بيض الله وجهك وجهك وانت افضل عمده اتوقع بيمر على كل برامج الواقع هذه هذه ما فيها شك طال عمرك التاريخ ما نجي من بعدكم ما في ترجيع النقاط ما نجي من بعدكم رجعنا 19000 نقطه وعلى كلامك الطيب الاخير 1000 نقطه احمد عشان تولع الدافور بعدين طول العافيه باقي شيء احمد ولا انت قلع عبد الرحمن عشان اخواني انا معك قلبا وقالبا ونيابه عن زملائي احنا معك واقدم المسبح بس يقول ما انت مغطي على هو يقول هو يقول ما انت مغطي على عماده عبد المجيد انا ما لي دخل مين عبد المجيد متسابق معنا عرفت 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 يا ليل تفضل يا اخوي عبد الرحمن المسبح ذا قم 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 مسبح اول شيء مرحبا ترحيب يا اخوي قم من عمده قدامك قم عمده وتكلمون جار اشد عضل انا عارف ايه انا بما انك متواضع يا عمده شفت فاشهد الله اني يعني استحي من اكلمك ولا جالس يا عمده مرحبا ترحيب الحياه الله يرحبك انت رجال مضرب مثل طال عمرك بالكرم يبناك تندى طال عمرك بالكرم بالعلم الطيب انت وحيت مني خلونا عمده ايوه الله يبناك تندى بالكرم والشجاعه الله العمده حرد اللي منه سلام سلام ايه.
يا بن هيف يا بن من زهم باسعد فشره باسعد من زهم باسعد فشره باسعد اللي غايبيتي وثري ما قفيت بها الايام ما تاتي به وانحنى ظهر الطموح وشيبت هقواتي في الطريق اللي من الهجران يقنب ذيبه في الطريق اللي من الهجران يقنب ذيبه السلام ورحمة الله. أول شيء نتحمد لك بالسلام يا أبو حسن. والله يجعلها سلامة تامة. أبو حسن في خاطرك شيء؟ أبي أطلع مستشفى من عصر ولا طلعوني. على الخشب. يش. والله عندك تمام. نكتبها يا عمدة؟ ما يحتاج تكتب. مرة؟ عندي أنا. بيض الله وجهك يا عمدة. أبو حمود. سم. وش عندك الله يحفظك؟ هذه فيها كحة يا شباب. فيها كحة. يلا يا أبوي يلا يا أبوي. أنت جاي كلهم فيها. يلا يا أبوي. منه وتضرس منه. تفضل. ما عندي الا سلامتك يا ابو نايف. اسمع كحو. ابد سلامتك. ما قلت شيء صحيح. ابيك بس تشوف موضوع الرجاء ذا. انزل انزل عندي. توصف موضوع الرجاء ذا. المركاز لا تلعبون في الكتب. هذا مهم منها. ها؟ هذا مهم منها هذا. يلا يا عنده كمل. وبما انك عنده اهديك اياه. يا تسلم. جعل عمرك علمتني آية. جعل من جابك في الجنة. والديك. بما انك صرت عمده. يعني من جابك في وقت العمادة ها؟ الرجال والله 5000 نقطة 5 5000 نقطة يلا 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 يا بوي يلا يا بوي تراني تعبان والله توصل موضوع الرجال مسكن اقسم بالله وتعبت والله انقد اي والله انقد يعني اجي بس لطيح يا معاون العمدة لا يطيح لا يطيح شوش لا يطيح يلا يلا يا بوي يلا يا بوي جيتك جيتك يا عمدة يلا يا بوي يلا يا ابوي مشينا يا ابوي شوي 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 الحمل ثقيل الحمل ثقيل يا ابوي حتى مشيتي تغيرت هذول 13 واحد في ذمتي في ذمتي في ذمتي في ذمتي في ذمتي في ذمتي ذمة لا اله طال عمرك فرحتنا ذيك يمين ما تعبر عنها طال عمرك لا رشاشات ولا شوازن احنا طلقنا الصاروخ طال عمرك شوف الصاروخ طال عمرك ارسلناه من وادي بسلة لكم يا قحطان شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا شباب ترى هذه من ضمن تدشين مركز العمده نعم من اللي بسله ترى هذه ما هي بالدخوليه تدشين معكم اسمع تبغون يكتبون اسمك تدشين مركز العمده كذا ما بعد شفت الدخوليه اللي مرسله من اللي مرسل عبد الرحمن العصيمي على كلامه بيض الله وجهك وكفوك الطيب اسمع يا شمي احنا عمده خل دامك عمده كلم المخرج يجيب اللقطه دي اكتب قحطان يا قحطان ابن هيف ابن هيف لبيه بالأصح مرسلينها محزم الطويق ما عليك زور ونعم ونعم بيض الله وجهك وجيهم ليت راح يجيب هالمخرج لو في شيء ينقل الكاميرا فوق ودنا يجيبونه من ضمن فعاليات المخرج متفهم الوضع ونقل ترى نقل ما عليك نقل تقطيع أصوات يا جماعة ما شاء الله عاش العمدة يا العمر الطويل ما شاء طيب الله طيب يا جماعة مدرسة الناظرين لبيه سامعك وأنا قام استعرض هنيا يا نوم عيني يا نوم عيني يا رجال كاتب ابن هيف تشوف اللي في المواتر يسمونه كليبتر وصل سلامك وصل تربو يسلم عليك الكابتن يسلم عليك الكابتن يسلم عليك كليبتر تربو
شباب لو حوله لو حوله سلموا عليه. محزم اطوي ابن هيف ابو نافي. انا جنبك انا جنبك. العمده ابو نافي. انا طيب. بعد البرنامج ان شاء الله. صلوا على رسول الله. في شيء في المنتج ما هو عاجبكم تبون نغيره؟ ايه لوكيشنات شيء؟ ايه ايه لا طقمك ذا غيره الله يرحم والديك. طقم العمده. طيب وهذا تبون نغيره؟ الضلع. لا الضلع لا الضلع لا الضلع هذا هاي ضلع. ودي تجيب لنا اضاءه في العريش طال عمره. اضاءه في العريش؟ تم. الله يوجهك. تم وغيره؟ تم تم تفضل يا عمي. كفي. خلاص نستعد للصلاه. الاذان عند من يا؟ انا باذن انا. اذان اليوم؟ اذنت في العصر؟ باذن مره ثانيه. لا لا لا. لازم جدول العمده حاضر. اذان اليوم عند احمد الفراج طال عمره. احمد الفراج. انا؟ ايه. وفي ذلك بيت نافس المتنافسون. احمد الفراج احمد الفراج. نبي نطبعها عند الاخوان. يلا بنطبعها بنطبعها يا عمده صالح. فهد صلابنا اليوم؟ فهد صلابنا صح؟ فهد صلابنا. المغرب عندك اليوم ولا صلاه فينا؟ صلابنا صلابنا صلاه العصر صح اليوم؟ انا عندنا العصيمي العصيمي يا عنده عادل يلا خذ خلصلي هنا العصيمي العصيمي معاوني العصيمي العصيمي الاذان عند الفراج والصلاه عند العصيمي معاونيه الله يطول بعمارك مع طاعه الصلاه بنحطها هنا بنصلي في النفاحه اي والله بس ما بنصلي والوساخه ذي موجوده هنا وين لا هذه مع هذه بالتنظف بالنظف الحين بناخذها الان انت امر امر قلت لك الله فوق الامر الله يطول بعمرك بيض الله وجيهكم وعدنا ان شاء الله بكره بعد صلاه العصر في المركز ابد يا شباب صندوق اقتراحات الشكاوي موجود لا 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 لا, 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 لا صندوق اقتراحات الشكاوي موجود اقسم عليهم ابراهيم انت وياه صندوق اقتراحات الشكاوي يا اخي هذول متبعين عندي استبعاد يقدر يستبعدك صوت 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 اخوان صندوق اقتراحات الشكاوي هناك في المركز ما توقعتك كذا دفه كذا اكتبها تفكر حطها والله يا احمد ايه سبحان الله. 13 يوم ما انت شايف مني شكوى دامك موجود لكن على خشمي انت على الشحم انت موضوعك مره منزل والله يلا شباب وين العونيه يلا 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 سعد بشره بس سعد من ذهب بس لا نبي شله وطنيه وطنيه شيء وطني شله وطنيه يا كابتن لا لا انت اداء باذن باذن نبي بصوتك دقيقه 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 صوتي انا يا سلامي عليكم يا السعودية يا سلامي عليكم يا السعودية يا دار الأوطاني ما تبحاول؟ نسيتها والله ها؟ روحك الحية أغني وطنية بتحاول؟ يا سعودين حي روحك الحية أشهد إنك أصيل وطيب الفاني يلا يا أبوي عندك العافية يا عمدة العافية يا أبوي عندك العافية بيض الله فيسك يا عمدة عمدة اشتغل على قرارات تكفى خلاص تم يا رب امان الله يا عمدة الله الكريم ابد المكان مكانك والزمان زمانك الله يرفع والدنيا بيضا. كلها لك الله يرفع قدرك يا عمدة خذ خذ الماء 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 يا عمدة شكرا لك الله يعافيك توكلنا على الله يغيب الشمس ويقبل الظلام وهبة النسناس تذكرني وانا لا ناسي ولا بالي بخالي تذكرني بمن خذها الزمن وقفت وانا محتاس ما نبداري هي قفت صيدك ولا هو تورالي وخذت من وجهي الضحك وعطتني وجه حزن وياس ولا طلبتها وقلنا لا لا يا لا 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 ضحكت من قطو اللي قباله هو عادل ايوه انتبه عادل الله يعلم عن وفقه اول ذيك اول ما تحاكم قام القطو يكح وجعان في انا سالفه بن دواس يقول قلطن علي رجال يا ولد اقعد زين انت الجانب يميل بك في حلك طايح يقول قلطن علي رجال يوم قدني اقهويه هو
يقول لأخويا اللي معه الهم قالوا هذا فلان اللي كذا وكذا ونعم اللي فيه ما يخطيه، يقول لهم جد تاكل خلفه اللي وقفت عندنا، يقولوا عادها يسولف فيه رفيقه فلان ما ادري شو انا جاوبت الخلف الطاط، ويقول يا جماعه راعيها صابها يضربها يضربها حيجي ايش الجرب. قال الرجال ذا اللي كان يمدح لا تضربها يا رجال لا تضربها سايقها العزيز الحكيم. ما شحدنا سايقها العزيز الحكيم يمدحون الرجال من خلف قامت طاط. سبحان الله بعضها ينطق بها الله. ترى هالبيع للسالفه بنعرضها في مزاد سلطان الامير ونشوف. يا حمامه وجع وجوع يا حمامه لا وداري تبشين فالضمير ما تمرين الضحى ولا صير مروحا جنبيني يا حما مهجزا شاء الله خير صدق الوانا تصيب عشي طوحا جزاش احسبن هبل هاي هو هاي هو يا ما شاء الله على صوت الإمام ذا هلا إيه يا خير تحت المنذن هنا يا أحمد الله ما شاء الله سمى الله عدوك عدوك يا جعل عدوك للماحي الماحية يا التيت سم يا التيت عرفتها عرفتها خلنا أذن نطلب الله الله أكبر الله